يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اللوبي الرمضاني، وأنا سعيد بالتواصل معاكم من خلال هذا البرنامج. ومثل ما عودناكم في هذا البرنامج بضيوف مختلفين في كل المجالات، إن كانت سياسية، رياضية، فنية، في كل المجالات وحتى شعرية وغيرها. اليوم راح تكون حلقتنا عن موضوع المسلسلات وعن الدراما الخليجية بشكل عام، وراح نتكلم يعني بتفصيل عن هذه الدراما اليوم، وراح نتكلم عن إيجابياتها وسلبياتها وعن كثرة الأعمال وعن القوة الإنتاجية والمبالغ اللي تدفع ونوعية هذه الأعمال. كل هذه الأمور إن شاء الله راح نتكلم فيها في حلقة هذه الليلة مشاهدينا الكرام مع ضيوف عزيزين أمانة في برنامج اللوبي، بداية مع الكاتب والمخرج أخوي العزيز الغتساوي بدر محارب ابو ناصر. يا هلا ومرحبا فيك، واحنا سعداء بوجودك ويانا. يا هلا اخوي ابو حمد، وانا سعيد بيت هالكوكب الجميله بالاسماء. جزاك الله خير، وانا متابع لكم دائما. الله يسلمك. ومتابع لبرنامجكم الرياضي، ومتابع قديم للعداله واي تي في. الله يحفظك. فانا سعيد. من الشرف. الله يبارك. لا بالعكس، يسعدني هالشيء هذا. ومتحمس دائما يبغى تساويه بعد. في عنصريه بيحرنا، جبت العرباوي امس تهاوشه مصقر، جبت العرباوي تهاوشه مصقر، اقول قط العزيز بيناتهم مصقر مثل الدومينو. غتساوي مجاب الغتساوي. لا وين ما يلتفت تلقى غتساوي. فايب لا يعني ايش رايك؟ مو اغلب الجمهور غتساوي، وايد غتساوي، وايد ما تلقى عرباوي. كل ما اطلع واحد غتساوي، كل مبدع، كل فنان، كل كاتب لجمهور، كل صحفي نجم، كل لازم غتساوي. ما يصير. اللي يحب الجمال اللي يحب الجمال دائما يكون غتساوي. عدل عدل. ايضا المشاهد الكرام نرحب في اخوي العزيز الصحفي الكبير والغدير ابو محمد مفرح الشمري، رئيس قسم الفن في جريده الانباء. حياك الله ابو محمد، ويا اهلا ومرحبا فيك، واحنا سعداء بوجودك. وايضا ابو محمد غتساوي هذا اللي قاهرني. ايش انت شلون؟ حياك الله. زيدنا قهر، زيدنا الابداع. انا سعيد جدا ان اكون معاك في برنامج اللوبي مع يعني هالمخضرمين. للامانه سعيد، وسعيد بنجاح اللوبي سواء كان في رمضان ولا في غير رمضان، وهذا شيء يعني يشكرون عليه اداره القناه على الجهد المبذول واختيار الضيوف اللي مؤثرين في الساحه الرياضيه، الفنيه، السياسيه، وهذا شيء يعني للأمان انا سعيد جدا ان اكون بيناتكم. حبيبي ابو محمد، ومشكور على هالاطراف. بس احنا في امس في برنامج برنامجنا حطينا تقرير عن النادي العربي، كان التقرير البدايه، كان طبعا هو التقرير في اخذنا بعض المشاهد. انا سالت المعدين، وانا والله ما كنت ادري يعني من تصوير اخوي العزيز بوسند، يعني احنا نعتذر لاخوي بوسند ونقول له مشكور على هالجهد الطيب وهالتصوير العرباوي الحبيب بوسند، فاحنا نعتذر منك. وبالعكس يعني احنا وياك نكمل بعض في مساله يعني التعاون الاعلامي والصور وتصويرك الخاص، وانت مميز امانه في تصويرك الخاص وخصوصا لقطات جمهور العربي وغيره، فكل التحيه لاخوي بوسند. رحب في خالد الملا، حياك الله ابو حنان. انا طال عمرك شاكر للقناه والغامي على هذا البرنامج طبعا، ومتابع له جدا وشايف الاصداء اللي يعني. حبيب حبيب. بس انا انت واحد منا بعد، ما انا انا الوحيد اللي تيم كويت عربي غاتسي. عربي غاتسي. تصدق من الكويتاوي عندنا مبارك عبد العزيز. مبارك. ايه مبارك عبد العزيز. وحتى خالد سريع الله يذكره بالخير كويتاوي. إيه طبعا انا اتشرف. الله يسلمك. وجد الاساتذه. الله يسلمك. الروح عزيز الله الاستاذ الكبير والكابتن الهود. الله يعزك ويخليك زود. مبروكين الدوري. هذا حكي بالاخير بعدين. ابو صقر ارحب فيك، مطلق نصار مع رجل ارحب فيك. حياكم الله. مشاهدينا الكرام في عندنا تقرير يعني قبل ايام كانت في مداخله لنسميها اقوى بنت الحبيبه اوراد تعالج في امريكا، وكانت في مداخله مع الفنانه هيا شعيبي والفنان الهام الفضاله في برنامجنا اللي عندنا فانوس هيونه، برنامج المسابقات اللي قبل برنامجنا، وكانت مداخله رائعه ومؤثره. اوراد يعني تعالج في امريكا وسوت عمليه النخاع الله يشافيها، هنا بدعواتكم للحبيبه اوراد. يعني لو تشوفونها هالانسانه مبدعه ما شاء الله، لباقه في الكلام، طاقه ايجابيه، حبيبه، اللي يشوفها فعلا يحبها. فانا تفاجات انها طرشت لي فيديو خاص يعني تشكرني فيه، وانا ما احتاج ذكر يعني انت بديتي اورادي والله، وان شاء الله نفرح باذن الله تعالى برجعتك من امريكا. آمين. ونشوفك ان شاء الله، وراح نستقبلك في المطار وتصوير، وراح نسوي لك اللي تبينه يا اقوى بنت في العالم. خلونا نشوف هذا التقرير عن اوراد بندر ندى وراجعين لكم. We'll be right back.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشره. شفتوا هذا التقرير؟ يعني اوراد اعطيتينا التفاؤل، اعطيتينا القوه، يعني احنا فخورين فيك والله يا اوراد، واصبحتي نموذج يمكن كل اهل الكويت. وشفتي ايضا المقطع اللي مع هيونه ومع الهام الفضاله انتشر في كل الوطن العربي، فتستاهلين، واحنا نفتخر بصداقتك ومحبتك، وان شاء الله تردين لنا ان شاء الله باذن الله تعالى سالمه غانمه يا رب باقرب فرصه واقرب وقت. اذا ابو بدر تبي انا حقيقه يعني امانه ان شاء الله اتمنى الشفاء لهذه الورده الجميله. يعني انا ما اقول اوراد لان ايضا حفيدتي اسمها اوراد، الله يحفظها يا رب. فبالتالي حقيقه انا اتمنى لها ان شاء الله الشفاء العاجل. وحقيقه ايضا يعني من خلال التقرير واضح ان دوركم حقيقه في هذا القناه، ودورك انت يا ابو حمد، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. نتمنى ان شاء الله لها الشفاء، وفعلا مثل ما ذكرت يكون لها يعني الاستقبال اللائق حقيقه، ودعوات الجميع في هذه الايام الفضيله ان شاء الله. الله يرحمها ان شاء الله، الله ان شاء الله باذن الله تعالى. ما تشوفين شر يا اوراد، وان شاء الله ترجعين ان شاء الله سالمه غانمه باذن الله تعالى. ابو صقر نطلع من موضوعنا. ابو صقر شنو عندك؟ انا اليوم اول شيء طبعا هذه رساله مني لك وحمد وحق الاخ اكرم قوي. لا شو يقول انت بثين دوكيومنتس ما ادري دليل عطنا خلينا نشوف دوكيومنتس موجود، وانا قايل له ما اتكلم من فراغ. ايه طبعا شنو كلامك؟ شنو الموضوع ابو صقر؟ ايش موضوعنا؟ انا واضح موضوع دويله. موضوع دويله برنامج اول شيء مسي على الاستاذ ابو معاذ مبارك دويله، قال يجيب لي مشروع واحد نعم تم رفضه من الحكومه. انا ما نفذته وما نفذته ما نفذته. ايه؟ انا عندي ثلاثه يا ابله. ايه ثلاث مشاريع. المشروع الاول، اسمع يا ابو معاذ، جايب لك ثلاث مشاريع انت ما نفذتها. المشروع الاول مدرسه بالدسمه اسمها مدرسه الرشيد، تاثر فيها وتم سحبها منه واعطاها الى مقاول اخر. ايه اثنين، المشروع الثاني مبنى العاصمة التعليمية في المقوى الشرقي ما قدر وتعثر فتم سحب المشروع منه إلى مقاول آخر أيضا. المشروع الثالث جمعية المنقف التعاونية بكامل مرافقها تم سحبها منه ومع شريك طبعا، فقدم شكوى لمجلس الوزراء اللي هو مبارك دويلة. قدم شكوى لمجلس الوزراء على سحب العقود الثلاثة، رفع شكوى على مجلس الوزراء على وزارة الأشغال. أيه؟ بصفتهم قال ليش سحبوا مني هالثلاث مشاريع؟ بالضبط. أيه؟ نظرا لعدم جدية الشكوى تم حفظ الشكوى. ليش عدم جدية الشكوى؟ لأن أنت مقصر ولذلك تم سحب المشاريع منك. هذه رسالتي. كان تذكرون قال أبي مشروع واحد. أيه؟ أنا أقول ثلاث مشاريع. وشكرا لك. شكرا يا ابو صقر. بس تاكيد على الدوكيومنتري. شوف ريال بالدليل يا بالعكس جميل بالارقام. يعني طبعا مالك حق امانه هذا البرنامج ان احنا نبحث ونتابع. هذا شيء جميل وليس دفاعا عنه. صحيح صحيح مبارك. لكن احنا من الثلاث اللي انت ذكرتهم خاصه خلينا نقول العملين او المناقصتين الاولى والثانيه قلت تعثر، فاحنا نطلب توضيح من الدويلة. صحيح. عن موضوع التعثر. التعثر شيء وسحب المشروع منك. شوف أنا أكمل لك. أي صدر. أنا سمعناك سمعنا. يلا. التعثر في المشروع شيء، مشروعين تعثر فيهم، لابد أن نبي توضيح من أخونا دويلة شنو أسباب التعثر. الأخير الثالث قلت أنت شنو تعثر وأصبحت فيه شكوى، وأصبحت الشكوى أنها إيش؟ مجلس وزراء. طيب نبي نتائج هذه الشكوى ونبي اسباب التعثر. قال لك حفظت. هو يقول لك الرد مو عندي انا لكن عند الاخ مبارك دوي. مبارك زين. إيه واذا واحنا نتشكر منك بالعكس. إيه بالعكس. لكن هذه المصادر ما نطعن فيها احنا ولا نقول لك صح ولا غلط. مبارك هو اللي يرد عليك. أوكي. يعني في هذا الامر شاكر لك بالعكس على هالمجهود. انتوا اللي مشكورين وهذه المصداقيه للبرنامج. وهذه دي على مصداقيتك يا ابو صقر. بس عشان يقنع الحلو مو نقنع. لا ابو صقر انا هدفي واحد. لا تجيني شيء. لا تجيني شيء ما عندك شبات. قاعد شمت صراحه. تقول ايديك يومين صراحه وضحكني. انا ضحك. اترك عندك سؤال. يو ار رايت ناو. لا ابو صقر ما يقول لك براهين. اشكرك. لا صار له ليلتين ما عنده براهين. هذا كلمته كلمه كلمته كلمه. انا عندي مليون شكوى. لا والله انا داخلي على البلديه. يا بس كون اني احب الكويت اكيد على راسي والله. ما تشتكي. واكو واحد ما يحبك يا ابو وليد. روح اشتكي على المسؤول.
المسؤول نفسه ما له شغل كويس. مسؤول كيفي؟ ها؟ قسم بالله كسر قبته. ليش؟ دعوة؟ والله كسر قبته. ليش يعني؟ يعني في في ظلمك ظالمك يعني؟ شنو؟ ظلمك؟ يعني في أحد ظالمك؟ ظالمك؟ لهالدرجة؟ ظالمني لدور السابع. محمد محمد ترى شوف يعني بالعكس حلو يعني احنا لما الرقابة الحكومية على المشاريع هذا جيد، لكن مع ذلك هناك مشاريع متوقفة. أنا أتكلم على الطرق، وأنا اللي يروح على طريق شبد عقب صباح الناصر الجسر، هذا الجسر صار له يمكن حوالي 12 سنة مسكرينه وواقف الجسر، وال هذا مال الصباح التقاطع اللي يودي كل شيء، التقاطع اللي حاطين الحد يعني هذا هذه الشركه المفروض هذا تحاسب محمد من الشركات المفترض يعني ان قالوا المقاول متوفي او شيء. لا لا هذا مقاول مال النادي مال النادي يقول عشان يقول هو شنو السبب يعني العذر مال وزاره الاشغال ان ما دام ان هذا الجسر في محاكم وفي شكوى وفي قضايا ما بين ما نقدر نسوي شيء حتى تنتهي القضيه. بس هذا كلام يعني مشكله دوله انا انطر لين يبثون بعد ثلاث سنوات اربع سنوات. شيء بالشيء يذكر ايضا ابي اشكر الحقيقه وزاره الاشغال، وانا الحقيقه ما اعرف احد فيهم ولا ادري منو الشركه المقاوله اللي سوت الجسر اللي يفترض يقاطع من 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 بشكل سريع بصقر عشان نبلش من 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 صباح من صباح السالم الى مشرف وبيان الى الجابريه وانت نازل يعني صار الجسر الجديد اللي قبل 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 شارع الفحيل السريع. اكيد يعرف ابو صقر، يعرف المقاول والله ما اعرف. بعدين ابي اشكر لا بس ابي اشكر صراحه وزاره الاشغال فعلا ارتحنا احنا سكان الجابريه بسهوله الوصول الى بيوتنا. اوكي واضحه. مشاهد الكرام خلينا نشوف هذا التقرير عن الاعمال الرمضانيه ونبلش حديثنا مع ضيوفنا في حلقه هذه الليله. لا عندي شكاوي. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشره، لكن طبعا الاعمال ما نقدر نحصر كل الاعمال هذه، على سبيل المثال هذه الاعمال اللي عرضناها في هذا التقرير، واعتقد كل الاخوان ركزوا على موضوع الاعمال الكوميديه. يعني الاعمال الكوميديه من زمان يمكن كان يقدم عمل او عملين، يعني اعتقد الاعمال الكوميديه وايد من زمان ما قاعد تعرض في رمضان. الدراما التراجيديه بشكل اكبر هي تعرض. ابو ناصر ايش رايك في الدراما وما يقدم اليوم في الدراما؟ تقريبا اليوم يقول لك في على مستوى الخليج 25 عمل تقريبا موجود في ما بين القنوات كويتي العربية. تقصد ها؟ خليجي خليجي الان يعني ما في اعتقد كويتي او هذا خليجي واحد صار تقريبا. لا اولا جهة الانتاج يمكن تحدد. صحيح صحيح يمكن السعودية العاصوف. لا بس بالكويت لا، هذه ملاحظة يعني مهمة. الانتاج الدرامي بالكويت يعني اعتقد انه إضاهي يمكن إنتاج بمصر. صحيح. إذا حسبنا نسبة صحيح. السكان هناك 100 مليون وإحنا 4 ملايين كلنا يعني. صحيح. ونقدم أعمال كنسبة تجاوزهم يمكن طبعا. إيه؟ عدد أعمال مصرية ويمكن أكثر. صحيح. فالأعمال كثيرة، لكن للأسف يعني اللي نشوف طبعا الدراما الحالية اللي نشوفها ما نقدر نحكم 5 حلقات أو 6 حلقات. إيه. بشكل عام انطباع أولي، لكن بشكل عام انطباع أولي نقول أن في تطور بسيط يعني يمكن يحس اللي يتابع دراما السنه هذه واللي قبلها. أيه. في تطور بسيط هذه السنه، في تطور افضل من السنه، في تطور بسيط من حيث ان يعني اهتمام بالفكره، فكره العمل. ايضا في ملاحظه ثانيه على الاعمال اللي تقدم، في تاثير الدراما التركيه على اعمالنا على كثير، مو كلها او بعض اعمالنا. شلون؟ من خلال ازياء الشباب، اللفه واللحيه والشكل، يعني لو تقصر التلفزيون وتشوفه تحسبه تركي. الشباب الشباب اكثر شيء الشباب. أيه. البنات بالاول كانوا يحطون. أيه. المكياج وهذا. ايضا الاحداث التركيه البوليسيه السريعه، المطاردات ما اعرف ايش، ايضا موجوده في السنه. صحيح. هذه صحيح. فهذا تاثير واضح للدراما، شافوا ان الجمهور يحب الدراما التركيه. أيه. فبداوا يعني يقلدون. بس مو بالضروره انك انت راح تجيدها يعني ياخذون الجو. أيه. الجو العام للعمل. أيه. التركي. ايضا ملاحظه ثانيه، الاعمال اللي القديمه او التراثيه مو تراثيه، يمكن بالتسعينات عطونا في اعمال بالتسعينات. صحيح. يعتبر تراث. صحيح. في بالثمانينات، في السبعينات، وكلها بالماضي يعني، وفي بالاربعينات. لا موسيقى في الاحمدي. ايه. والاربعينات والخمسينات الستينات والسبعينات. ايه. الى حد السبعينات يوصلون. فيمكن معظم الاعمال هذه السنه ما تشوف اعمال معاصره عن اليوم، تتكلم دائما تتكلم عن حقبه سابقه، اما مسلسل كامل حقبه سابقه او الحلقات الاولى فلاش باك، وبعدين مثل سعاد عبد الله في مسلسلها بالبدايه كانت وهي صغيره بالستينات يمكن، وبعدين كبرت الوقت الحالي. صحيح. ف
فهذه الملاحظه ان الاعمال قامت تبحث عن الماضي وعن التراث وعن باعتقادك ليش اتجهت هذا الاتجاه؟ هل قبول لدى المشاهد؟ لأن شوف يعني العام الماضي قدم عمل كحل اسود قلب ابيض إيه؟ وحقق نجاح كبير وكان يتحدث عن فتره سابقه صحيح. دائما المنتجين اذا شافوا شيء نجح كمل عليه سواء بالمسرح او بالدراما. بالمسرح قبل لما صقر شو تقدم عليه جناح تبريزي وحفظ على الخازوق ونجحه ونجاح في الوطن العربي. قاموا مسارحنا يقدمون الاعمال هذه عريس بنت السلطان وراس المملوك واعمال كلها بالفصحى. فتصير مثل موجه او هبه. فاعتقد هذا هو السبب. بشكل عام في تطور يعني مو واضح كبير يعني بس في تطور يعني بالحوار مثلا ما اصبح الحوار التقليدي اللي يقدم سابقا. بالسابق كان الحوار يقدم كان كانك تسمع المؤلف يتكلم كل الحوارات كل الشخصيات بنفس الكلام بنفس الحوار ما تحس انه غير عن هذا. انزين بس ابو ناصر ما تعتقد اليوم اصبحت البطوله في هذا الموسم البطوله للكاتب والمخرج اكثر من الممثلين من خلال الاعمال؟ يعني اليوم نشوف مثل دفعة القاهرة نقول هبة مشاري حمادة علي العلي نقول لا موسيقى منى الشمري محمد دحام هذه كأمثلة صحيح. ما تعتقد اليوم هم أبرزوا أكثر بدأوا صحيح من نجوم الأعمال بدأت من العام الماضي يمكن السنة هذه بدأ تأثير الكاتب على المسلسل أن هذا من عمل فلان بدأ يكون أيضا وعي المشاهدين أيضا أنه يبرز بالإضافة إلى الوعي الكاتب هذا يقدم عمل يمكن يعتبر بصمة أو يؤثر في الجمهور فينتظر عمل القادم في السنة القادمة. المنتج يلاحظ الشيء هذا فيكتب الكاتب فلان فلاني فيه كذا طبعا هذه مهمة أو المخرج فلان فيه هذه مهمة يكتبها أوكي. فتأثير المخرج وتمنى الكاتب يعني بالعكس تمنى بالعكس شيء حلو أنه ما يكون الممثل هو نجم الشباك في العمل أوكي. الممثل الكاتب والمخرج هم المؤثرين بالعمل هذا افترض نعم وضحت. ابو محمد نفس السؤال في قضيه الدراما شلون اليوم شايف الدراما 25 عمل تقريبا خليجي اليوم موجودين في الدراما تقييمك لهذه الاعمال؟ اول شيء يعني نبي نتحكي على الدراما خصوصا في شهر رمضان الحالي شيء متنوع وشيء يعني في قضايا وافكار عديده طبعا سواء كان مثل ما قال اخونا ابو ناصر الأعمال تراثية أعمال عصرية أعمال حتى كانت كوميدية بس الشيء الملاحظ في هذه الأعمال كلها هي أن الرؤية الإخراجية حق المخرجين حاليا لأن قاعد نكتشف الحين حاليا عندنا شباب ما شاء الله عليهم عندهم رؤى إخراجية مختلفة عن السابق بغض النظر أنا عادي أقلد تركي أقلد كذا بس أقدمه على حسب بيئتي أنا وعاداتي وتقاليدي ما فيها أي, 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 شيء أي, أي خطأ يعني المشكلة إن قاعد تقول لمساء إن تسيد الكاتب مع المخرج هذا الشيء موجود عندنا من زمان إحنا إن نكتب الكاتب الفلاني والمخرج الفلاني فيه من أيام الله يذكره بالخير الأخت فجر السعيد من التسعينات بلشنا بهذه الشغلة إن الكاتب الفلاني كذا كذا فيه للكاتبة للمخرج الله يرحمه عبد العزيز المنصور كذا كذا صحيح. هذا الشيء صار متسيد حاليا عندنا وهذا الشيء يعطيك انطباع ان بعض الشركات الانتاج تبحث عن الكاتب المميز الكاتب اللي يحمل فكر لو احنا جينا حق مسلسل مثل لا موسيقى بالاحمدي روايه ناجحه وروايه فائزه في جائزه الدوله التشجيعيه وشغلات فحلو جدا ان انا اشوفها على التلفزيون بالرؤيه اخراجيه مو شرط اني انا اطبق الروايه كامله 100% حتى في انا عندي نص مال اخونا الدكتور حمد الرومي مال الفنانه القديره سعاد عبد الله على حسب رؤية مخرج يمكن مو كاتبه هو بالشكل هذا الكاتب فهمت علي بس رؤية مخرج أنا أبيها إنه تصير نوع من الكوميديا الخفيفة لأن أفضل الحين في الوقت الحالي عندنا الكوميدي الوحيد اللي فيه كوميديا موقف كوميديا تضحك اللي هو مسلسل سعاد عبد الله أنا عندي نص بالنسبة للتراث التراث لا في عمل جدا جدا يعني مستحوذ على الموجودين حاليا اللي هو الديروفة مال الفنان القدير محمد المنصور والفنانة القديرة هيفاء عادل والفنانة القديرة اسمهان توفيق الديروفة يتكلم لك على يعني شيء تراثي احنا بحاجته حاليا ما لي شغل انا في طبعا انا ما اقدر احكم فيه الحين 5 حلقات او 6 حلقات صحيح. بس في الخطوط الموجوده عندي وقوه الممثلين اللي فيه وخصوصا الفنانه القديره اسمهان توفيق شلون تقدم لك المفرده الكويتيه الصح زين بطريقتها
هذا شيء حلو وهو متسيد حاليا في الدراما. لما نجي عن حدود الشر حق الفنانة القديرة حياة الفهد هذا جوها تراثي عمل كذا، بس ما ندري شنو يصير في الباقي. بمجمل الأعمال الدرامية حاليا عندنا، هل هي محمد يعني بالمجمل أنت كناقد، هل هي أعمال جيدة ترتقي في نقول الدراما الكويتية والخليجية كتقييم عام؟ كان طبع أولي ما في ذاك العمل يعني اللي كان فارق على الآخرين، الفارق من شغلات حتى دفعة القاهرة حق أختنا هبة يعني هي قاعدة تناقش قضية معينة، فكرة مو فكرة جديدة ولا فكرة لا هم فكرة جديدة بس شنو الفكرة؟ إنه والله هم ادمجوها مع إنه والله شقة الحرية مالت الراحة القاضي القصيب إن شاء الله، مو مشكلة إنه أنا أقدم لك شيء بس السؤال هني أبو محمد، ليش في كل عمل لهبة مشاري حمادة يظهر هذا الأمر في سرايا عابدين في غيره إنه والله هذا اقتباس، لماذا هذا الأمر يظهر على هبة مشاري حمادة؟ يعني مو يظهر على الناس اللي شايفين الأعمال والله يقولون والله إنه والله هبة حمادة تأخذ من القصص أو تقتبس وتعطيها الروح الكويتية، وتعطيها الروح الكويتية. يعني ما أظلم البنت عندها فكر، عندها شغلة، عندها كذا، بس مو أن أنا من أول حلقة أو حلقتين أو خمس حلقات أقول هذا البنت سارقة من كذا كذا وما أخذ، مو عدلة كذي. المفترض أن احنا نشوف العمل كامل زين وبعدين نقول والله أنت يا فلانة ما أخذ واحد اثنين ثلاثة. بس غريبة يعني هبة مشاري حمادة أكثر مؤلفة يعني يظهر عليها هذا الكلام، لأنها هي مثيرة للجدل في مسلسلاتها، لأنها تلامس مناطق لا يجرؤ أي مؤلف يلامس. يا سلام، لها بصمة. نعم، يصير محمد يصير مثل هبة حمادة تأخذ تقتبس من الناس؟ لا تكتب إعداد. إيه إعداد أخذت تكتب إعداد. لا 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 هو بس ما لا 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 بس هل في حالات أبو ناصر قبل صارت فيه اعمال قد تكون يعني مسروقه؟ اغلب بس احنا ما نقصد الاخت هبه يعني، لكن احنا نقول انا اتكلم على الاغلب الان الافلام المصريه الناجحه المسلسلات ولا الافلام انا اتكلم، وحتى المسلسلات اغلبها ترى ماخوذه من روايات مسلسلات امريكيه. الجريمه والعقاب هذا من افضل الافلام المصريه، هذه قصه امريكيه معروفه وحولوها لافلام. تاكيد على كلام حتى الغناوي احسن الالحان الغناء التركيه، ومثل ما قلت محمد عبد الوهاب نص الحانه، وايضا حتى الالحان حتى المسلسلات التركيه حتى المسلسلات التركيه ماخوذه من مسلسلات امريكيه وغاني، بس كل واحد على حسب رؤيته وروحه على كلام بدر. يعني الجريمة والعقاب دوستويفسكي رواية مشهورة عالمية، إذا أخذها واحد في سينما أو مسلسل يكتب عن أو مستوحات من رواية الجريمة والعقاب لدوستويفسكي ويكتب بعدين إعداد فلان الفلاني، ما يكتب تأليف. زين أنا أسألك هذا السؤال، الأغاني مسروقة ما قال ولا أغاني لا يمنع أخوي بدر يعني واحد لما يعجب في مسلسل إيه بس يقول بس لازم يعلن عنها، لا ما يأخذه كله بالكامل. أنا أقصد مستوحى يعني الروح لا ما يأخذه الروح، نعم مثل لازم يكتب مستوحى يسمونها التوارد خواطر. في باعتقادك بناصر لماذا هبة مشاري حمادة دائما يثار عليها هذا الأمر في قضية أن هبة تقتبس برأيك؟ ما أدري، هي الشخصية كشخصية هي الظاهر مثيرة للجدل يعني في شيء من الله كذي، مرات أي واحد يسوي شيء يثير. أنت برأيك هل في اقتباس ولا ما في اقتباس؟ أنا برأيك لا، ما يبين للحين، ما أقدر أحكم من 5 أو 6 حلقات. في أعمال سابقة ما أعتقد، مشهد واحد قالوا عنه وحطوا مقارنة بين المشهد يمكن مشابه، مش توارد خواطر بالتلفزيون أو شغلة كان بس مو لا مو توارد خواطر، هذا عمل 3 حلقة ما تقدر. بالشعر يسمونه توارد خواطر، بالشعر ذاك يا ابو حنان بالشعر اي لك قصه 3 ما في توارد خواطر يا ابو حنان، توارد افكار قصدك. لا بس هي توارد افكار، هي شاطره هبة حمادة باختيار المواضيع الحساسه بالتقاط الفكره الذكيه، وهذه جرأة طبعا. هو فكرته يعني ان طالبات كويتيات وكويتيين يدرسون في مصر في 56 انتقلوا للكويت من الكويت للقاهره كاول دفعه، وكان هذا الحديث عن هاي الدفعة معروفة بأسمائها، لكن هي ذكرت في البداية أن هذه القصة من وحي الخيال، من وحي الخيال طبيعي الكاتب يذكر هذا. محمد اليوم دزولي مقطع واحدة من الخوات اللي كانت هناك تشرح حق أعتقد بناتها أو أسرتها، تشرح تقول نعم بالفعل إحنا هذه الأحداث صارت وكنا نشوفها وكنا إحنا عايشين في ذاك الوقت، تتكلم عن نفس الحقبة يعني، فيه أصبح في هناك
بالفعل تفاعل ترى تفاعل بس ايضا في جانب نقدي في هالمساله ويمكن ابو ناصر انه قال والله يعني مو بهالجراه البنت الكويتيه تطلع بهذه الجراه هذا كلام من بعض النقاد قالوا انه وايد المحطه الام بي سي ما تتبع حكومات تاخذ راحتها في العمل صحيح. وبعدين بالتاكيد ان الكاتبه عملت سيرش وبحث عن الموضوع صحيح لا يمكن تكتبه من مخيلتها لازم تعمل وهذا بحث. السؤال لك بدر قبل لا انتقل ابو محمد هل اليوم وهذا كلام دائما نسمعه في رمضان كثير من الكويتيين يطلعون في وسائل التواصل الاجتماعي في الديوان يقول يا عمي هذه المسلسلات ما تمثل المجتمع الكويتي لا هذه النقطه اللي انا أبا ارد عليك هل ما رايك في هذه المغوله ابو ناصر هذا موضوع خلنا اوضح لك يعني في الشكل وفي مضمون الشكل اللي نشوفه مو مجتمع كويتي الفلل الضخمه الابهات كلها بشركات الامهات تقعد تسريحتها عليها المكياج على القدم مكياج ودراعات بس كاش. الحمد لله اليوم الكويت فيها وايد خير الحمد لله بس هذه موجود تقريبا هم ابو ناصر بالنهايه وين يصورون اكيد يصورون بالكويت يعني بس في البيوت هذه فلل حق مجموعات معروفه إيه لا بس هم يتكلمون لك عن حقبه معينه ان هذه عائله ثريه فايش تبي يطلع لك إيه تبي يطلع لك والله بيت شعبي مثلا دائما يتحدثون عن هذا النوع من بس مو هذه كل مشاكل الكويت إيه ما يحطون بيت حكومه ما يحطون بيت على حسب النص هني النص وهذا نتكلم عن النص دائما إيه؟ تتعرض نصوص لهذه العائلات الغنيه والبعيده والابراج عاجيه مختلفه إيه؟ بعيده عن الناس نبي شيء لامس واقعنا هذا واحد الشغلة الثانية هذا الشكل اللي نشوفه المضمون الأعمال هذه ما تقدم الواقعية ترى بحذافيرها لو تقدم الواقعية الصحيحة الحقيقية كان وقفوها الرقابة شلون الواقع بالكويت مر لو تقدم الواقع مثل ما هو عندك التيماء والبدون والحالات الإنسانية عندك العنصرية بالكويت موجودة في اللون والمذهب والعرق الفساد موجودة هذه الفساد موجود ما تقدر تسويها لا باللون الرشوة موجودة لا مش موجودة بس موجودة فعندك مثلا ما تقدر تحط ضابط مرتشي إيه؟ ما تقدر تحط محامي مرتشي طبيب مزور هذا إيه؟ ما يخلونك الرقابه يرفضون هذا صح هذا تعرض شلون تعرض ما يسمحوا لك لا ما يسمحوا لك تصور انا كاتب اغنيه ايه وبغنيها خلي سجنوني لا غير هذا لا ممكن شو تبي تصور بدون ترخيص ماني مصور بغني كيفك غني انت هذا موضوع مختلف سياسيه غزليه لا هذا موجوده شيء ثاني هذا شيء موجود هذه لكن الدراما لازم في نص يتم ترخيصه من قبل وزاره اذا شافوه بالشارع يصور قال عطنا الترخيص وين الترخيص مالك ابو حمد يا استاذ عيب الكويت قبل ان تغلق ابو محمد عيب الكويت مع الاسف بعض المسؤولين يعرف شنو شغله وهذه هنا اهم نقطه احنا عندنا مشكله بالعسكريه بالمدنيه يا صح كلامك ما حدا ما نأيد الرقابه الموجوده في وايد مو الرقابه جميع وزارات الدولة معروف مسؤول سواء عسكري او مدني صحيح بعدين راح نتكلم موضوعك قسما بالله ما اعرف شنو شغله هذه الكارثه راح نتكلم الموضوع هذا مرجعنا لا 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 بس انا بعرف ارجع لك خوش حوار إيه لا اي حوار وايد صراحه انا قاعد إيه عشان قاعد ندور بلاوي بس بوضح ان واقعنا اذا قدمنا بس خلنا نقول صح احنا يعني مشكلتنا اليوم في مساله الرقابه وهذا ايضا احيانا دائما البعض يضع اللوم دائما على المنتجين في ان المنتجين قاعد يقدمون اعمال والله كشخه وواحد النهايه يقول انا لازم اتعامل قضايا زواج طلاق مشاكل يقول بالنهايه خلصت يقول لك اليوم شوف مثلا ام بي سي قاعد تقدم اعمال جريئه صراحه يعني تحدثت عن داعش تحد احنا واحد يقري يعني باكر يسوي عمل عن داعش ما يقبلون عن جهيمان جايب عن جهيمان في العاصوف بس هذه محطات خاصه يعني هذه يعني لا هي ما يسمح لك تصور داخل الكويت انا عارف يعني هذا توجه سياسي اكثر من توجه بس ليش ما نثير القضايا احنا في الكويت كنا يا ابو بدر كنا في الكويت نثير كل القضايا اكبر دليل مشهد المقبره خلينا نطلع مشهد المقبره خلينا نشوفها اذا مخرجنا رقم والله هذا موضوع وايد رقم 6 هذا المشهد يتحدث عن عائلة يعني الأب سني والأم شيعية وزارتهم في المقبرة وصارت لوية على هالموضوع وبنفس يعني العمل التمثال المسيحي القديسة وهذا وصارت عليه مشكلة يعني في عائلة مسيحية يعني أنا عارف أنا وياك خلنا نشوفها ونرجع خلنا نشوفها موجوده في المجتمع رجعنا لكم مشاهدينا الكرام اذا ابو محمد تتعلق على يعني ما اثره اول شيء اذا كانت القضايا اللي طرحها اخوي ابو ناصر انه والله ممنوعه وشرات ديلي انا ما اعتقد انه فيها ممنوع
من النوع الممنوع. الكاتب الذكي هو يخليك يطلع لك البدون، يطلع لك أي شيء بس بذكاء، والمخرج الذكي هو يطلع لك اياها من غير ما يشير ان هذا بدون ولا كذا. هذه ترجع حق الكاتب الذكي اللي شلون يطلع الشغل. بس صعبه، ليش انا تحايل؟ لا لا لا، ليش اتحايل في النص؟ لا مو لا لا، ليش ما اكون مباشر؟ لازم لازم تشوف، دام ان انت عارف نظام الرقابه وعارف 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 كذا، انا لازم اتحايل على حتى يتجاوز على الرقيب باي شيء. لا بس لازم اطلع. ابو محمد يوم من الايام شنو العمل اللي كسر الدنيا قبل هذا اللي ناصر الغصبي شوف ذكرني فيه ابو محمد اللي تكلم عن داعش وما داعش نسيته والله. دخل معانا سيلفي سيلفي سيلفي، دخل معانا داود حسين مداخله، فسالناه قلنا له ابو حسين ليش ما تسوي مثل، قال خل الرغيب يعطينا الحريه في طرح مثل هذه المواضيع والله انكسر. يا اخي انت قاعد تتعامل مع كلام شيء حكومي، كلام محمد شيء حكومي، الحكومه عندك قرار. يعني حتى في مشهد هذا مالت المقبره ممنوع، يعني هذا عندهم، انا ما نعرف ليش هم يصورون شيء ممنوع وعارفين ان هذا ممنوع. إيه؟ والقضيه هذه انتشرت وصارت اخذت، يعني انت مع المنع ابو محمد؟ مو سالفه المنع، انت إيه؟ شيء ممنوع انت تقدر انت بس ابو محمد هذه رساله في مساله ان النسيج المجتمع الكويتي شيعي ومن صهري، رساله حلوه. ما في ترخيص، ما في ترخيص حق تصوير حق المقبره. ابو محمد اسمح لي، محمد انا بالعكس انا حي على فكره انه انا كمخرج بتحايل على الرقابه او الرقيب حتى اضع هذه الصوره. ليش اوصل هالمرحله يا ابو؟ ليش اوصل؟ ما اقدر. انت قاعد تتعامل مع تلفزيون رسمي، تلفزيون حكومه، الوضع الاجتماعي يفرض. لا شوف، لا تقارن تلفزيون الكويت في الام بي سي او في اي قناه خاصه، القناه الخاصه لها معاييرها والقناه الحكوميه لها معايير. طبيعي يا ابو محمد طبيعي، بس بالنسبه ليش ما يصيروا نفس المعايير؟ ايش المشكله؟ ها ليش ما تصير نفس؟ شنو اللي يخوفك؟ شنو التجاوز اللي يصير اليوم؟ قناه الراي طلعت هذا المشهد، صار ما صار في شيء في المجتمع، ما صار شيء، كاهو الراي طلعوا ما في اي مشكله. ليش هذا التخوف؟ المشهد هذا لما تم القائه ايه؟ اثر على ما اثر ولا شيء، بالعكس ما اثر. بس لا لا انت في رسالة حلوه، في رساله حلوه يا ابو بدر، حتى لو في مساله التعايش وان المجتمع الكويتي عباره عن خليط. ابو حمد هذا انا عارف الحكوميه مشكلتها، اذا كان عندهم في قرار في وزاره الاعلام احنا عارفين احنا نطالب بتغيير هذا القرار. على على اوكي ميخائيل، الكل يطالب، الكل يطالب، بس انا اقدر كمخرج بغض النظر ما اروح حق المقبره واصور واطلعها بطريقتي انا، اذكرها بحوار، اذكرها بشغله، فهمت علي؟ يعني في 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 امور تلعب كصوره. اما مساله والله انا اقعد حتى المؤلف دراما كصوره وفعل ومشهد حدث ما يخالف. انت ابو ناصر يا ابو حنان، انت تتعامل مع شيء قدامك ورق، فهمت علي؟ عندك قرارات انت تقدر تلعب على هذا القرار. بس ابو محمد روح قاعد تتكلم عنه، ابو محمد انت قاعد تتكلم ان احنا نتحايل على مقص الرغيب الموجود، لازم نتحايل، لكن ليش وجود هذا المقص الرغيب؟ دامنا موجود عندك رقابه يا اخي، مو مخليك. ليش تعرف شنو ليش مقص الرغيب؟ الخوف من رده فعل اعضاء مجلس الامه. هذه الحقيقه، لان الوزير ما يبي استجواب حبيبي بريح راسي. هذا غلط. ليش ما تكون في اعمال فيها جرأة ابو محمد؟ ليش ما تكون اعمال؟ ما نبي اعمال خادشه في الحياه، ما نبي في ثوابت. ليش انت تبي خادشه في الحياه؟ ما نبي، خلاص ما نبي. واحد ما يدري معود قاعد تطلع مشاهد خادشه في الحياه وقضايا مهمه نحتاجها ما قاعد تطلع بسبب مقص الرغيب اللي هو معكوس. محمد مو مساله الرغيب، انت قلت كلمه مهمه جدا. يعني في اعضاء مجلس الامه يتدخلون في خصوصيات ما لهم شغل، يعني في اعضاء مجلس الامه وقفوا مسلسلات وايد والقوا مسلسلات وايد. مسلسل الاعتراف اليومك هذا مال الاخ عبد الامير التركي ما نعرف يتكلم عن حتى الامور السياسيه، وقفوا مسرحيه كامله. ببيدو مسرحيه كامله شارك من المقبل مسؤول. هذا اللي اقول لك انا، اقول لك انا اغلبهم يعرفون شغلهم. أغلبهم يعني أنا الدحرون في بال عيني في بعض أحلام صغيرة، شو ما حطينا مسؤول بعض المؤسسات. مسلسل أحلام صغيرة بالثمانينات توقف من مجلس الأمة إيه؟ لأن بنات خذوا رقم من واحد ما أعرف إيش، بس بعدين انعرض صفيه ما نعرض. لا نعرض نعرف لما تغيروا يمكن اعضاء المجلس نعرف ثاني مره. يعني مو نظام مسرحيه، يعني مو سيستم. صراحه ما اعتقد ممنوع على لا موجوده لا بس اعتقد عرضها ممنوع. لا 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 اعتقد ممنوع. شنو هذه فرحه امه مو ممنوعه؟ دقت الساعة احتجاج من عائلة احنا بجد. شوف بارك
مبارك صباح مبارك مبارك الكريم اسد اسد الجزيرة هذا في امر قد يكون ما بين خاوي ايه؟ انا بالزبده قلت لك اي المسؤولين ما يفوتون المسؤولين بالكويت 80% ما يعرفون شيء ابو حمد انا بس بسال محمد في وزاره ما لفت الكاش الحين بالاسماء بعد مختلط فيهم تعرف ابو حنان ما لفت انتباهي الحقيقه في مسلسل ديرفه يعني في تركيز على الطقاقه صراحه هذا الجزء اثارني انا ان الطقاقه الطقاقه موجوده في مجتمعنا الكويتي بالعمر الديني بالضبط لكن طلعوها بصوره انها ما تتناسب وما يصير تاخذ منها ولا تاخذ منك قصه هذه عرفت هذا يعرض التلفزيون اي إيه يعرض اي هذا يعرض التلفزيون إيه يعني هذا يجرنا لنفس محورنا لو وراها ناس لا لا تطلع الشيء لكن هذا واقع ابو محمد اللي عندنا اكيد هذا واقع ودي اسمع لا لا ابو يعني محمد ايضا نفس سؤال ما تعتقد انت ابو محمد اليوم كرئيس قسم الفن في جريده الانباء اليوم تعتقد ان وجود مقص الرغيف زياده اوفر زياده على اللزوم في خوف زياده على اللزوم في طرح الكثير من القضايا يا اخي مو 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 تو يعني لا عفوا بس لا بس هل هو موجود مو عفوا بس الحين ابو محمد عندنا مقص رغيف ليش احنا نقدر لا لا الحين اكثر مو الحين اكثر وايد اكثر حامد ديار وغيرها ابو محمد كانت مسرحيات انت لا تحاكيني على المسرح اوكي قاعد احاكيك على حاكيك على التمثيل على الاعمال الدراميه ما في ذيك الاعمال ابو حنان ما في ذيك الاعمال اللي انت اللي تاثرنا فيها بشغلات ذي مقص الرغيف موجود من قبل واليوم كذا بنفس المستوى لا لا الحين كبر المقص غير قبل ايه منو الحين سعود سلام عليك ايه مو ايه سالفه مو سالفه كبر كبر ليش كبر ليش لان ما في كاتب ذكي ولا مخرج ذكي محتاج ذكي انت لا لا الرجال لا لا انا لا لا ما الوم انا لما اقدم الحين حق ابو بدر انا نص وعارف انه رقيب اعرف ان ابو بدر قارئ وعنده فكر وشغلات وانا بزرك قضيه معينه لازم اكتبها باسلوبي انا وباسلوبي توافق مع اسلوبه لاني انا عارفهم فهمت علي بس ليش تخلي الكاتب يلجا الى التحايل عليك يا رغيف يا اخي عندي قوانين انت قوانين تجاوزها عدلها لمزيد الحريات دام كذي خذ عملك وود حق قناه خاصه زين وصوره في بس يا برا انا كويتي وديرتي وشركتي بالكويت ماكو هذا هذا ديرتك هذا قوانين خلينا 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 افهمك اقول شغله صغيره على المسرح المسرح الرقابه والمسرح ايه الرقابه كانت على الاعمال الجماهيريه اللي تقدم شباك تذاكر ايه كانت على اعمال المهرجانات بدون رقابه تمر ايه وتشتغل والمفارقه ان اعمال المهرجانات اللي ما عليها رقابه تقدم مستويات راقيه نعم واعمال جميله اللي عليها رقابه فيها اسفاف وفيها تهريج وفيها شغلات مو طبيعية. في السنتين الأخيرتين ذولي حطوا أعمال حطوا رقابة على مهرجانات. أي نص بيطلع مهرجان لازم يمر على الرقابة. لدرجة أنه رفضوا أعمال قدمت سابقا وخذت جوائز. الحين رفضوها بالرقابة الجديدة على المهرجانات. إيه. فشوف إلى أين وصلنا في مقص الرقيب. إيه لا 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 وأقول لك شغلة أبو ناصر يعني اليوم أبو محمد تعرف اليوم أصبح الكاتب شي يلجأ أمانة ويعني في النص. إلى بنت منفوقة شفايفها جميلة لبس فيه نوعا ما أغراء قضايا قد تكون حب وما حب ليش يخليهم يجون إلى هذا المستوى هذا اللي موجود ماكو ماكو شيء لا هذا موجود لأن أكثر الكتاب من الجيل يحاول يلجأ ماكو هذا جو يعني هذا همه يحاول يلجأ يعني عندك يا أبو ناصر عندنا أعمال حاليا يعني مثل أخونا عيسى ذياب مال إفراد مشروع شوف الفكر اللي عنده بالاخراج لا لا يعني جميل جميل حلو يعني فكر فكر ما له علاقه بالرقابه هذا لا ما يخالف بس اقول لك ما يلجا حق بنت على اساس تسوق شغله تسوق شغله من خلال فكرته هو لا هو النص مكتوب زين على 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 طاري ما يركز على الافراج على طاري افراج مشروط وعلى كلامه اكيد اللي كلام ابو محمد انه ايضا في مشهد جريء انا صراحه استغربت انه شلون طلع من الرقابه اليوم حطيته بتويتر اللي حطيته بتويتر انزين نبي نشوفه امانه يعني الفنان الكبير سعد الفرج في حوار مع حسن ابراهيم نوجه لهم تحيه صراحه كان كلام جريء وهذا ما نتمناه يعني في طرح القضايا العامه طبعا وعلى فكره بس عفوا الكاتب عشان نعطي حقه عبد المحسن رضان عبد شاب زين مذيع وشاب صغير ولا كثير من الاعمال صحيح. اللي قدمها نوجه له تحيه عبد المحسن الرضان واخراج عيسى ذياب خلونا نشوف هذا المشهد وراجعين لكم رجعنا لكم مشاهدينا الكرام يعني حصري على تلفزيون الكويت يعني اي حصري العمل إيه؟ الافراج مشروط إيه؟ بس عاد ما هذا سعد الفري اي صح
انا اتفق مع ابو بدر. سعد الفري مو واحد ثاني ولا اراءه وجرأته في فكرة. ايضا حتى يمكن كان يهاجم وزاره الاعلام في فترات سابقه ويهاجم ايقاف بعض النصوص، فسعد الفرج له قيمه. أكيد. انا اكون واقعي اكيد. لا بس احنا نتكلم بعيد عن الاسماء. طرح مثل هذه القضايا هذا شيء ايجابي. بس انا الملاحظ عشان للتنويه ابو ناصر ان الشعار التلفزيون مو طالع، ممكن هذا مسرب من المونتاج وممكن مرفوض، انا ما ادري. هذا يحتاج ايضا توضيح من منتج العمل ومن الكاتب اخوي عبد المحسن رضانا او عيسى الياب اذا يتصل. ليش تشكك؟ اعتقد ما نزل. ليش تشكك انت صراحه؟ لاني صراحه هو اذا مشهد جري. اذا نزل طبعا مشهد جري. اذا نزل تلفزيون الكويت نوجه تحيه للمسؤولين من تلفزيون الكويت على انفتاحهم. يعني مشهد عادي، يعني ما اشوف مشهد عادي. يعني ليش ما عادي مثل الاعمال هاي؟ ما هذا ما يصير. انا اعتقد كذي ممنوع اذا ياكدون لي اياه في الكاتب. كنا نشوفه بالتلفزيون بالمسرح. مسرح كنا قال لك كبر ومقص. والله مقص الرغيف ترى محمد. حتى صار مجهز حتى على المستوى الصحافه. حتى على مستوى الصحافه، الصحافه الان اصبحت يعني مو رغيف موجود داخل. احنا يمكن عشنا هذا فتره الرغيف المسبق في الثمانينات، عشنا هذا. يعني حتى عمليه الرغيف كان في تفاوت. يعني انا اذكر لما كنت في جريده السياسه كنت اكتب مقال، في اليوم الثاني كان يتم هجوم علي من احد الزملاء في احد الصحف، وينزل رده. انا لما اكتب رد ما ينزل. وفعلا وصلت الى مرحله يعني صار يعني حتى وصلنا شكوى الى وزير الاعلام في تلك الفتره. ففي هذا النوع من يعني حتى الرقابه الان اصبحت الصحافه رقابه ذاتيه. يعني الان في بعض الجهات في بعض الصحف لما تتكلم، انا اذكر في ذيك اليوم في واحد كتب مقاله ما نزلوها الجريده، فقلت له ليش؟ قال انا كتبت عن جهه اقول لك اياها بلديه. قال البلديه لا تتعرض لها. ليش؟ لا تعرض لها. بس ليش ما تعرضها؟ هذه سياستهم كذي يعني. سياسة الجريدة. في مصالح. سياسة الجريدة. الجريدة. فكر ذكر أسماء ولا غيره. احنا أنا سألت سؤال أبي إجابة مباشرة أبو ناصر. أنت تهربت لي من الإجابة. لا شيت في الشكل والمضمون. ما خليك تكمل. اللي هو هذه دائما تسمح وأنت ما شاء الله عليك يعني متواصل في تويتر بشكل كبير، وهذه الكلمة دائما نسمعها أن هذه الأعمال وهذه المسلسلات الدرامية ما تمثل البيت الكويتي. أبي تعطيني إجابة مباشرة وبعدين فصل. هم يقصدون ما تمثل من خلال الأشكال اللي يشوفونها يعني. اللهجة، الأزياء، البيوت، السوالف هذه. من هنا قالوا ما تشكل البيت الكويتي. صحيح لا تشكل، لكن المضمون. أيضا إحنا بحاجة إلى الواقع الكويتي الصحيح الحقيقي. اللي ما يقدر يقدم الكاتب لأنه أكيد بيصطدم بالرقابة، وإذا طاف من الرقابة سيصطدم بالرقابة الشعبية. راح يلقى ناس يعترضون ويهاجمونه ويطالبون بإيقاف مثل ما صار بسيفوه يعني. يطالبون بإيقاف المسلسل. فعندنا رقابتين، رقابة وزارة الإعلام، وإذا طاف منها إذا كان عمل جريء جريء مو وقح طبعا جريء في أفكار جريئة راح يصادف رقابة شعبية. عشان شيء يروحون حق التراث أبو ناصر احتمال. هذه واحدة من الأشياء. وبعدين أيضا التراث جاذب للجمهور جدا. أنا صراحة أعشق التراث يعني. يعني لا موسيقى في الأحمدي من أروع الأعمال. أنا رواية يعني رواية حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية. أبو ناصر كما نعرف أن نهاية كل عمل هناك مطبخ، المطبخ هو اللي يطلع العمل في الآخر اللي هو المونتاج. حتى نتحاشى هذه الألفاظ أو الأخطاء، المونتاج يقوم بدوره بالكامل. اللي قاعد نلاحظه في بعض الأعمال في شغلات تطلع تتسرب. وين دور المونتاج؟ في اخطاء. وين دور المونتاج؟ لازم مخرج ابو ناصر. ابو محمد مو سهل. فما دام على غتساوي ها غتساوي لازم يطلع وقاعد. خلينا نشوف ال معود عليه بعد ترى طبعا مبارك هيمين علينا بعد شوي اقول لك عاشي. في تقرير رقم 4 اسماعيل الحبيب في مشهد بين الفنانه السعوديه، طبعا هذا مو كويت العمل سعودي على ام بي سي، ريم عبد الله مع ناصر الغصبي، واليوم طلعت في بعض المفردات. خلينا نشوفها ونرجع للحاصل. ابو محمد اختيار مثل هذه الالفاظ اللي قالها ابو محمد وارجع لابو دور المونتاج يعني ايه رايك فيها؟ شوف هو العاصوف من الجزء الاول مسوي قلق في الساحه يعني، سواء كان في السعوديه ولا في الساحه الخليجيه يعني. الكل يهاجمه لانه يقولون انه والله هذا ما يمثل المجتمع السعودي وكذا. بس انا اعتقد ان مثل هالالفاظ اللي انت حكي عنها ان المسبات والقذف والسب والشالات وكذا المفترض انها تنقص لانها ما تضيف شيء بالمشهد يعني، لان المشهد معروف بس ما يعني. تعتقد ابو محمد بعض المنتجين
يلجأ إلى تسريب مثل هذه الألفاظ لكسب الضوء على المسلسل عشان الناس تتابع. حكي أخوي محمد صح أن أنا المونتاج قال وين المونتاج في هذا؟ أنا الحين قاعد على المونتاج، أنا هذا المشهد أبي أجذب المشاهد، شلون؟ أسرب مقطع ما راح يطلع بس أسرب أخلي ناس يتشوقون حق هذا المسلسل أو هذه المسرحية أو شغلات أو كذي علشان أكسب جمهور وأكسب مشاهدات. أنا طبعا ما أحبذ الألفاظ هذه بالتلفزيون. إيه؟ أنا أشوفها بالسينما، أنا ما عندي مانع بالسينما. إيه لأن أشخاص ناس تروح بالسينما وفي في في عمر معين يدشونه يحطون في التلفزيون أيضا إذا وضع يدش البيت يدش البيوت كل بيت ناس دعوة. لكن هالمشهد هذا والبنت هاي زوجة ناصر العصبي الأبعاد شخصيتها ما تتناسب مع الألفاظ اللي قالتها. وناس ترى في مسلسلات أنا شايفها بعض المسلسلات وفي هذا كويتية محلية شخصية أسلوب وكلام يعني لا لا أنا أتكلم عن شخصية البنت جهير اسمها في المسلسل. الشخصية هذه رقيقة وناعمة وبنت سنعة وقايمة بالبيت كله وتحب زوجها، فجأة ألفاظ أمك وكل تبن مو راكبة مع أبعاد الشخصية مو راسمة صح. مفروض المخرج او يغير حتى لو مكتوب بالنص يغير لان هذه مو راكبه على شخصيتها. تشوف انسان مؤدب وفجاه يقول لك كل تبن. اي لا مو غير مؤدب ايضا كفنيا اقصد هذا مو ذوقيا واخلاقيا كفنيا مو راكب على البنت. هذا دور دور المونتاج ولا لا؟ دور لكن واضح هو المخرجين هم المخرج قاصدها دور المخرج يبيها يبيها سب انزين مركز عليها وتقولها بكل وضوح يعني ما قالتها كل تبن ومشيت مثلا واضحه لا بس يمكن أنا. يمكن في شغله ابو محمد اتفضل يمكن هو سوالك الخط هذا لان في الحلقات الجايه راح تتغير 180 درجه تغير بالتدريج بالتمهيد شوي شوي عشان نستوعب واحد انسان مؤدب خلوق يقطع الفاظ وسخه ما يصير لا لا فجاه هي لا لا هي من زمان قاعد تقول من الجزء الاول يعني لان هي شايفه حالها ان هي مثقفه هي اللي كذا عشان كذي ما تقطع الفاظ اي شايفه لا لا من الاول من الجزء الاول قطت كم واحده الجزء الاول وهذا اعتقد كان في يعني ضجه على احد المسلسلات ما حصه غلم في رمضان ايضا بنفس الموضوع كان ضجه لا انا سؤالي هنا ليش ان هذا عمل سعودي ما صارت عليه ضجه عندنا مثل هذه الالفاظ بينما كان في عمل لحياه الفهد مع حصه غلم العالم قاموا ياخذون المقاطع وقاموا يتكلمون وان هذا ما ادري شو يعني تحس ان احيانا في تفاوت واحيانا اشعر ان مثلا منافسه ما بين بعض المنتجين يتصيد على الاخر ويطلع له بعض الكلمات ويحاول يثيرها في وسائل التواصل حتى يتم الهجوم على هذا المسلسل ويقل لان في الفن كما في السياسه صحيح السياسه هم ايضا سياسيين عندهم هذا موجود هذا موجود الفن عنده هذا موجود بناصر ما شاء الله يعني موجود. كل الاجواء موجوده موجود في مكان راح نتكلم ايضا عن لا موسيقى في الاحمد احنا ما ودنا نثير الموضوع لكن نقول في بعض الامور اللي تصير وتثار مثلا في موضوع خميس اللي العماني اللي يشتغل في بيت كويتي مثلا دفعه القاهره والحديث عن روايه شقه الحريه ايضا مثل ما قلنا العمل مال العاصوف يعني تم تسريب بعض الشغلات قد تسريب او تسليط الضوء على نقد معين هذا يقول لك هو نقول مشاهده يعني نقول سلبيه ايجابيه او نقد سلبي ايجابي يجعل المشاهده بشكل اكبر راح نتحدث عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشره مشاهدينا الكرام ابو محمد حتى من الواقع عندنا زميلنا صالح البارحي انا يعني زرت والده في السويق في عمان والده كان يشتغل في الكويت إيه؟ وكان يقول ولا انسى فضل الكويت امر عادي كويتيين مثل بس عبد الحسين عبد الرضا نعم. في الاغدار كان يشتغل في البحرين صحيح ما يعني العمليه ما يمنع يعني اي امر ان كان ما يمنع ابو محمد عندنا من رحنا احنا ايضا لصور صورنا اكبر نعم. مصنع صح. سفن صح. في صور صح. هو هم يقولون احنا كنا عند واحد العيال قلاف وفتح هناك اكبر مصنع في صور بالعكس والعلاقه ما بين الكويت والاخوان في اليمن نفس العمليه والاخوان في الامارات ويعترفون ويقولون وتشرفون غريب كل الغريب كان يشتغل في كل مكان وترى منى الشمري مواليد الحميدي على فكره منو؟ منى الشمري مواليد الحميدي مواليد الحميدي اي وعايشه انا عارفه وعايشه
معنا اتصال من الاستاذه بعد اذنك ابو حنان، من الاستاذه الكاتبه القديره المتميزه امانه اخت العزيزه منى الشمري، حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك، واحنا يمكن سهرناك ويانا لكن نحب نستفيد في مداخلتك، وكان موضوعنا اليوم عن الدراما ومستوى الدراما في الخليج. استاذه منى هلا فيك اخوي احمد، همسي على الاخوان كله، اصبح على الاخوان بالاحرى واقول لهم كلهم كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. واخص التحيه اخوي مطلق نصار واقول له عساكم من عواده. من عادينا من نصار. فاحنا تكلمنا عن مستوى الدراما استاذه منى، شلون اليوم تشوفين مستوى الدراما الخليجيه؟ والله انا قاعد اشوف ان في قفزات حاليا في الدراما وفي تنافس شديد والكل قاعد يقدم اعمال جيده. الدراما السعوديه اثبتت يعني حضورها القوي في عمل العاصوف خلال عامين. الدراما الكويتيه قاعد تنافس نفسها وفي اعمال كثير تراثيه هذه السنه، وفي حركه جيده يعني وكبيره وواسعه اليوم عندنا، وهذا كله في صالح القنوات والمشاهدين. صحيح، الخيارات واسعه يعني. صحيح صحيح. عندما نتكلم عن قبل شوي تحدثنا عن مقص الرغيب، هل هناك يعني معاناة للكاتب الكويتي في مسألة مقص الرغيب استاذة منى؟ والله اكيد يعني كل كاتب عنده يعني لوائح وعنده محاذير رقابية تضعها الرقابة، والمشكلة في القانون المرئي والمسموع. اذا احنا بنتكلم نطالب بإلغاء قانون المرئي والمسموع بس، واحنا نصوت لصوتك يعني رغم ان الرقابة حاليا نعم يعني الآن الرقابة في أفضل حالاتها يعني بعد ما تغير المسؤولين فيها. يعني قبل أعمالنا في الرقابة تتأخر تقعد سنة عادي كاملة ولا يجيزون العمل، لكن حاليا يعني شايف الوضع أفضل. الوضع أفضل ما تتأخر، والرقابة مو بس الدراما يعني حتى المسرح، يعني المجلس الوطني للثقافة والفنون اللي هو يفترض انه يعني مكان التنوير في الكويت قاعد يرفض النصوص، وانا شخصيا رفض لي نص. ليش؟ من منطاد السعاده ويبي يشارك في مهرجان وفي حس وطني عالي. ليش؟ شنو اسباب الرفض؟ شنو اسباب الرفض قالوا لك؟ ما يقولون اسباب الرفض، بس نص مرفوض فقط. ايه ما يقولون اسباب الرفض. تفضل بصيغه. احنا نتمنى يعني الرقابه بكل اشكالها يعني تصير على المشاهده اكثر من على الورق. نعم تفضل. لأن في النهاية الورق مختلف عن الصورة. صحيح صحيح. استاذ ابونا عبد الرضا عباس. استاذ ابونا صباح الخير، معك اخوك عبد الرضا عباس. حياك الله يا هلا فيك. صباح احنا مساء نسولف نقول مساء استاذ ابو محمد يقول اصبح الان الكاتب يحاول انه يلقى له مخرج او يتحايل على المقص بانه يتفاعل معاه بطريقه انه مثل الخش والدسوه بطريقه فنيه بحيث انه يتفادى المقص. هل انت ايضا قاعد تعاني من هالمشكله انك تقصين على الرقيب الفر والكر معاهم؟ والله الرقيب هو عنده قوانين قدام لوائح، عرفت؟ الاساءه للجنسيات، الاساءه للاسماء، الاساءه للمراه الكويتيه، يعني محاصر الرقيب، فبالتالي هو قاعد ينفذ قانون. قانون ولوائح. وصعب صعب جدا انك انت تتحايل، عشان كذي الاعمال دائما مو بمستواها القوي. الناس قاعد تشتكي من ان الاعمال ضعيفه. لان ما يعني عنده مساحات محدده يقدر يشتغل عليها، ومهما بلغ من الذكاء يعني انت قدام قانون جامد. ما في روح. نعم. اليوم استاذه منى شو تقولين عن مسلسل لا موسيقى في الاحمدي بعد مرور 6 حلقات؟ شلون شفت المسلسل؟ هل راضيه ككاتبه عن ما قدم المخرج محمد دحام كرؤيه لهذه الروايه؟ والله الاستاذ محمد دحام طبعا قامه اخراجيه، انا سعيده يعني جدا في التعامل معه. محمد دحام حريص على النص اكثر من منى الشمري. ممتاز. حريص على الحوار، حريص على الكلمه، فانا ممتنه جدا يعني له واشكره، والعمل طلع بصورة جدا جميلة، والحمد لله ردود الأفعال جدا واسعة، والعمل ترند في تويتر وفي متابعة وفي مشاهدة عالية. صحيح. يعني سعيدة جدا الحمد لله بنجاحه وبتجربتنا. نعم. مع أستاذ محمد. احنا شاكرين لك أستاذة منى على مداخلتك وعلى يعني تواجدك معنا، شكرا لك على هذه المداخلة وهذا التوضيح في موضوع الدراما. ألف شكر للكاتبة الأخت العزيزة منى الشمري. ألف شكر. أنا عندي فضل. على ضوء الدراما حقيقة يعني حنا يمكن مع بداية المسلسلات الكويتية كان أغلبها ما كان عندنا شركات ولا مؤسسات إنتاج. تنزيل الكويت. إيه كان تنزيل الكويت هو كل المسلسلات. كنا في فترة
تعتبر ذيك الفترة هي فترة ذهبية صحيح. للمسلسلات، ذهبية في الرياضة، ذهبية في كل شيء. يعني عندما يعني حنا كنا في فترات سابقة كانت إذا تبي دراما دراما، تبي فكاهة، يعني كانت عندنا نملك. وهذا يمكن اللي أنا أبي الآن. في فترة من فترات كنا كانت أغلب مسرحية أو مسلسلاتنا كانت فيها فكاهة، فيها فيها فيها, فيها عمق، فيها فيها يعني تضحك فيها من قلب. يعني ما من يقدر ينسى درب الزلق، الأقدار، لا قبل بعد مدرس خصوصي، لا زلت أذكرها. بالإضافة إلى كان مسلسلات التربوية حق الأطفال، يعني الأبي والمتحية لحد هذه اللحظة. والله أنا شخصيا وعيالي اللي كبروا الآن يستمتعون، تذكرون فيه فعلا قيمة فنية. لا بس خلني أقول الآن بدينا، اسمعني، لا 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 بقاطعك بقاطعك لا لا بقاطعك عشان أنا دافع عن الدراما الموجودة الحالية. درب الزلق، أنا ما درب الزلق، درب الزلق في مشهد عبد الحسين الله يرحمه الفنان الكبير أبو عدنان رحمة الله عليه، قاعد يطلق خالك حطه، يعني لو طالع يمكن اليوم يقدمها بس بطريقة، لو يعني تغد لو يتقدم اليوم كان هجوم على المنتجين وعلى المخرجين. يعني شنو طق خالك حطه خاله عبد محمد بالصوج مو تمثيل. اي والله الثنتين هلال بالعمريه صادق لا قاعد تشين دابعها هم واللي ذبح ابوه هم صادق محمد خالتي خالتي من الدرج تقول لها امك امك طق مسكين ماتت. لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله تقدم اليوم ايه؟ يقول لك شلون تجسس بغرف النوم كاميرات ايه وكاميرات كذي، وين خصوصيه وين ايه؟ صحيح هاي تشجع على ان تجسس على. طيب ناصر اذا يسمح لي هذا كوميدي يعني هذا حدود يعني هذا حدود ما دام احنا في اطار الكوميديا يعني. وانت كاتب احيانا الكاتب يتضايق اذا تدخل الممثل وقطع فيهات معينة في كوميديا يعني خروج عن النص وخروج هذا في المسرح في المسرح في المسرح يعني حتى في التلفزيون بالضبط ما شاء الله. بس في مخرج بس في مخرج موجود. أنت ككاتب لما يخرج الممثل في فيهات معينة ويخرج عن النص، هل هذا شيء يعني يتعب الكاتب يضايق الكاتب؟ أنا والله إذا كانت الإضافة تفيد النص وتعطيه قيمة وتقويه أحسن مني جملة يحطها يمكن أحسن من المكتوبة بالنص أسكت عنها وممكن أشكره صحيح. لكن إذا كان ارتجال يسيء لا ويقلل قيمة النص ويضيع المشاهد يعني هذا توه كذي شلون يقول كذي. بعض الممثلين يرتجل على الهواء على طول يعني ما يفكر بالجملة ويجهز لها مثلا بالبيت ويقولها، لا يقولها هو بالتصوير أو هو على خشبة مسرح. ارتجال هو على مسرح بدون تفكير. هل يرجع هذا للممثل وقوته وسمعته الأمور هذا؟ أنا أقول خطأ، خروج عن النص خطأ، لكن الخروج بحدود بسيطة يخدم النص، يخدم النص يخدم الحدث، لكن أيضا يأخذ استئذان من المخرج أو المؤلف. أسألك أبو ناصر يمكن ما يخدم النص. أوكي أبو ناصر بسألك عن وجود وظهور يعني كتاب شباب كويتيين، أبي تقييمك لوجود مسرح الشباب على مستوى الدراما اليوم. عيال كاظمي يعني دراما مسرح وتلفزيون، هي مسرح وتلفزيون لكن هم الآن في الدراما. عيال كاظمي، محمد النشمي، حمد الرومي، هبه مشاري حماه، مجموعه من الشباب، فهد العليوه، مجموعه من الشباب، هم شباب يعني محب الكتابة وعندهم قدرات كتابيه، لكن اختيارهم للمواضيع ما زال يعني شنو ينقصهم؟ في مراهقه فكريه مثلا، لكن في جمل حواريه حلوه، في بناء درامي يعملونه حلو، في معالجه للنص، لكن الفكره المطروحه يبي لها مثلا فهد العليوه في ساهر الليل ثلاثه يعني قدم عمل عن الغزو الكويت كله طالعته. انا ما اقول الكل يعني اعتقد في نضج هذا العمل، بالعكس البعض قال مستحيل ان شخص بهالعمر كان كتب هذه الاحداث عن الغزو. هو ما لحق يمكن او عمره سنه وسنتين وقت الغزو ما في معنى حتى انتقد قال عمره ايام الغزو سنه وسنتين شلون يكتب عمل بهذا وكان ما يشغل فيه، ما يشغل بعمره ولا باسمه العمل أو المعروض هذا صاج. هل هو جميل جيد ممتع يستثير مشاعرك أوكي هذا ناجح بغض النظر عن عمر اللي كاتبه. محمد أنا بضيف حق أخوي بطريقة أخرى، يعني أيضا إحنا يجب النقد الفني الناقد الفني. يعني إحنا كنا في فترة من فترات يعني في العصر اللي كنا في الثمانينات خصوصا تحديدا في الثمانينات وبداية التسعينات كان هناك أمانة يعني في نقد حقيقي نقاد نعم نقاد يعني حتى الممثل يحترمه ويتابعه ويكون له علاقات. يعني أنا ما يعني أنسى أخوي عبد المحسن الشمري
عبدالستار ناجي ليلى أحمد بلال عبد الله أنا وهذا ليس مدحاً في أخوي مفرح الآن من الناس اللي فعلاً يعني من النقاد الفنيين اللي أنا أتابعهم وحقيقة من أفضل النقاد الصحفيين في الصحافة الرياضية بس شوي جامل إحنا فقدنا هذا الشيء عشان العلاقة محمد أنا رياضي بس محمد محمد لا والله شوف يعني حتى إحنا بالصحافة الرياضية كان من أول اللي ينقد عمالقه صحيح ويدر ابو محمد عمالقه خصوصا اخواننا العرب بأدب فقدنا إيه. الان من تلقى الان ناخذ اللي يكتب لك مباراه يقعد اللاعب ثاني يوم يقرا الموضوع يستفيد في صحفي قديم اسمه حسن كوره اي تذكره حسن كوره يسمي الفرق غير الحين الزعيم والملكي إيه. كان يسمي العتاوله المصري والشواكيه والشواكيه ومعرفه يسمي الفرق كذي فهذا السؤال لابو محمد اليوم شلون تشوف الناقد ابو محمد هل وجود الناقد البعض يتهم الصحافه الكويتيه والصحافه الفنيه ان هناك نوعا ما اصبحت مجامله والبعض يقول ما يلومها صح. عشان اليوم اصبح صدر الممثلين صحيح ضيج في مساله النقد ما يتقبل النقد يعني حتى لو كان بالنهايه هو بشر بالنهايه عمله ما راح يكون بيرفكت 100% اكيد في اخطاء سلبيات يقول ايضا هذا يجعل انه والله الصحافه الفنيه اليوم ما تتجه الى النقد بشكل الصحيح المجاملة. بسبب المجامله وعدم خسر بعض الفنانين ردك على هذا الكلام ابو حمد بيسول شيء عند بدش على الموضوع مع الكتاب الشباب أيه؟ الكتاب الشباب يعني حاليا احنا عندنا الشباب يكتبون طيبة. في التلفزيون وبالمسرح صحيح. يعني اليوم انا سمعت معلومة حق اختنا علياء الكاظمي أيه؟ اللي هي مالت ديروفا أيه؟ يعني طبعا هو ماخوذ العمل من مجموعة قصصية حق اختنا علياء الديروفا اللي سمعتها ومؤكد هذا الشيء يعني من صفحتين الدرب هذا العمل من صفحتين قصة من صفحتين عجيب. قامت سيناريو حوار بدور يوسف أعتقد وواحد اسمه محمد أنور وعمل وسمان توفيق مع حفظ الألقاب سوت له معالجة درامية وقاعد نشوف هذا العمل عمل ممتاز لما احنا نلقى جهد الشباب بالطريقة هذه ان انا من صفحتين عمل لك مسلسل من 30 حلقة وبطريقة ذكية وبطريقة فيها إنتاج ضخم طبعاً هذا كله بنيان بانينا هذا اللوكيشن كله في مدرسة أوكي كله فهذا شيء يعني يبشر بالخير إن إحنا كتابنا ومنتجينا وشلات يبحثون عن التميز بالنسبة حق الناقد أي. الناقد مشكلة عندنا بعض الصحفيين للأمانة هم شوهوا شغل الصحافة خصوصاً الصحافة الفنية شلون إن أنا أجامل فلان علشان يعطيني تذكرة ولا أجامل فلان علشان أمسك رئاسة لجنة إعلامية حق مسلسلة ولا مسرحيته ولا كذا لما أنت تتكلم بصراحة يزعلون منك صحيح زعلوا ما زعلوا هذا شيء راجع لهم لما تتكلم وتطبل لهم يشيلونك فوق يمدحونك بكل مكان حتى بسفراتهم يدعونك فهمت علي بس مشكلة الصحفي الحقيقي زين في الوقت الحالي نادر جدا يعني منو عندنا مثل ما قال أخوي أبو بدر مع عبد المحسن الشمري اخوي عبد الستار ناجي صحيح طبعا اختنا العزيزه ليلى احمد ما في يعني ما في ذاك الناقد الحالي فهمت علي انه يحلل لك عمل من الالف الى الياء احنا حاليا صحافه نقد انطباعي اول حلقه هذا المسلسل يضرب فلان وشغلات طيب تكتب يزعل ما يصير ما يصير مثل صارت نقدنا الحالي اللي هو من الانطباعي هذا مال الاعمال نفس الندوه التطبيقيه اللي بالمسرح صحيح لما يطلع انا حاقد على مسرحيه ابو ناصر زين مع انها حلوه بس لا انا اعطي بس باور انه والله المسرحيه مو زينه مو زينه على اساس اوجه الناس ترى هذا العمل كذا كذا مشكلتنا يبينا نقاط علشان الناس يستفيدون منه بس سؤالي هل الفنانين يقبلون النقد؟ هل الفنانين الفنان الحقيقي يقبل النقد؟ الفنان الحقيقي اما فنان بطقه او الفنانه ام طقه ما تقبل نفس السؤال لا انا على النقاط بس على بدر كامل الفتره الذهبيه تمثيل الكويت ودي اعلق عليها تفضل اعمالنا قبل خالتك ماشيه درب الزلق خرجوا لم يعد الدنيا السلام اولا اسباب نجاحها ليش؟ كانت تصور تلفزيون الكويت في استوديو 800 او استوديو دسمه تصور الكاميرات على تلفزيون الكويت الاجور الكل انتاج تلفزيون الكويت لكن الاهم انها كانت سباعيه او 15 حلقه صحيح ولا واحده فيهم كانت 30 حلقه
هذه صرعه طلعت في السنوات الاخيره قاموا يمطون المسلسلات بس خصوصي كان عشان 13 او 17 15 هني احمد برج العتاويه درس خصوصي كله كلها حق الفلوس وايد طبعا اعلانات عشان اي اعلانات صح صح زين بناصر هذا سيح الدراما وخلاها ممطوطه يعني في حلقات ما تقول شيء لكنها معروضه بس عشان يوصل الى 3 تملي الفراغ بس يملي الفراغ 3 في مط الكاتب سبعيه تستحق سبعيه او 13 حلقه او 15 اليوم بناصر كلامك على متمم مشهد في احد المسلسلات ما بذكر اسمه بنيه تبكي طيب بكت البنيه شكو معطيني 5 دقائق إيه؟ 5 دقائق يقرب المخرج يبعد او مسلسلاتنا كلها بس زين ابو محمد في سؤال بس تكفى والله دقيقه والله بعطيك هذه الجزئيه مهمه لا وانا مهمه جزئيتي الان يعني شفنا في مسلسل لهدى حسين خصوصا في الوحل ما قبل رمضان الموسم ما قبل رمضان ما في اعمال تحط تقط اي عمل يمشي ياخذ صدى واذا كان عمل متكامل مثل ما الغصون الامانه كان عمل ناجح لهدى حسين ضرب كثره الاعمال ما تعتقد تؤثر على نسبه المشاهده ونجوميه المسلسلات انا في رمضان إيه؟ في رمضان طبعا انا افضل قبل رمضان او إيه؟ بعده إيه؟ لو عندي عمل مثلا تلفزيوني انا افضل ان يكون قبل او بعد في رمضان ليش إيه؟ يستذبحون على رمضان عشان في دفع ميزانيات في ميزانيات خاصة في اعلانات اعلانات وميزانيات اعلانات وميزانيات ناصر يمكن ارقام ذكرتها الان ابو محمد قال من خلال ورقتين اصبح هناك مسلسل 30 حلقه وانت كذلك قلت في ذلك الوقت كانت 15 حلقه تكفينا احنا نتكلم عن الكاتب هل يجوز ان الكاتب مثلا يكتب له 15 حلقه ويجي كاتب اخر يكمل هذا العمل شوف بنظامكم انتم ككتاب هل يجوز يسوي 30 لا يعني 15 حلقه يكتبهم ابو محمد ال 15 حلقه الثانيه يكتبهم ما في مانع حلو هذا اي ما في حلو تعال هذه اعمال عالميه الحين كذي شلون ابي توضيح المسلسلات الامريكيه الحين اللي فيها موسم موسمين ثلاث مواسم الموسم الواحد تلقى 10 حلقات 12 حلقه يا ابو ناصر في ثلاث مؤلفين يا ابو ناصر واربع مخرجين ابو ناصر انت تصدق قاعد يدور بالتليفون تعلم برضا مهراتي زين ابو صيد لك رضا والله ما جس التليفون يجي التليفون والله ما جس التليفون لا 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 السؤال مو فاهم ليش السؤال لا 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 انا انا اوضح لك بالتليفون اسمح لي محمد انا تابعت حلقه حق الريال وحق الاستاذ عبد الله سلمان عدل وصار بينهم نقاش وحوار وهم ذكروا ان النظام في امريكا ممكن تكمل 15 حلقه ثم 15 حلقه قايل لك يتابع التليفون اسمح لي ابو حمد تليفون ابو ناصر احنا في الرياضه عندنا في الرياضه نص الموسم نبدل المدرب في نص الموسم ونبدل المدرب هل هذا النظام عندكم موجود موجود انت صح ليش محتربه مني انا حضر ايه حضر ماي ايه ثلاثة تاخذ مكانه بعدين حضر اسئله حش يحضر اسئله ما يحضر لا حضر شلون بالله كفو والله يلا قوم عنا اطلع جاي هذا حظي وهذا قدري والقهر يدبي في صدري من الذاكرة وتحديدا في شهر رمضان المبارك في عام 86 شكل رحمة الله عليه الفنان الكبير أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا برفقة الفنانة القديرة سعاد عبد الله قالب مختلف بتقديمهم أجمل برامج المسابقات الرمضانية اللي شهدتها الشاشة الكويتية والخليجية توك رات هيا وليد بشرات شنو الصيت توك رات هيا وليد بشرات شنو الصيت مو أنا وامثال وفوازير تحاكي الواقع الاجتماعي الكويتي والخليجي لذلك كان البرنامج يستقطب الكل دون استثناء البرنامج كان يعرض بطريقة السكتشات أو الدويتو ذو القالب الغنائي وهذا ما كان يميزه فعلا وأيضا ما يجعلنا إلى الآن نستذكر ما كان يطرح من قضايا لاقت استحسان وقبول المشاهد برنامج غطاوي وامثال استمر لموسم واحد فقط 30 حلقة لا غير استمتعنا فيها ولازلنا بعد 33 سنة نستمتع فيها أيضا وأي واحد فينا عند مشاهدة أي حلقة سابقة يستشعر إن ما قدم سابقا هو وليد اللحظة
وأن الأحداث هي في أيامنا هذه. رحمة الله عليك يا أبو عدنان. وقبل لا نختم تقريرنا هذا، اخذوا منا هالغطاية وخلنا نشوف شطارتكم تقول الغطاية إذا تليت حزامه تهلهلت عظامه. شنو؟ وهديتكم عند أبو حمد. أوف، وأنا ما سمعت المثل ها؟ حاضر الهدية والله حقني طالب. أوجه له تحية طالب. خلخلت عظامه. إذا 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 تليت حزامه تخلخلت عظامه. عظامه. يلا قولوا يلا فيها. ما أنا ما عليه بس ما. إيه. أبو صقر. شنو ما فهمت؟ لا أبو صقر وين؟ إذا تليت. ما سمعت شنو؟ إذا تليت. شنو أبو صقر؟ ما سمعت شنو؟ شنو المثل؟ إذا تليت حزامه تخلخلت عظامه. كنا المسبح. انا عرفته. كنا المسبح. انا ما اعرف والله. كنا مدوار الجت تقول في شيء في تلك المسبح. مسبح. لا انت عارف الجواب. اي عارف الجواب. ما ادري الخيمه ترى كلنا نصير المسبح مدوار الجت. انزين اسال، خلنا نسال عن البرامج اللي كانوا يقدمونها الاوبريتات وغير هذا، طبعا فقدناها يعني لسنوات، وايضا خلنا نعرج الى الاعمال التاريخيه مثل الغرباء ومدينه الرياح وغيرها مثل هذه الاعمال التراثية. ليش فقدناها؟ أول شيء الفنان الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني كان يفكر في أعمال، يعني ما يكتب العمل ومثل الحين 30 حلقة ويقدم التلفزيون وينطر الموافقة، لا كان يروح لوكيل الوزارة ويروح يقول عندي فكرة مسلسل، كانت أمور أسهل يعني. صحيح. وبعدين كان تقديره قامة كبيرة. صحيح. صحيح. فيقول بيب سعاد معاي وأحمد باغر الملحن وهذا مسوي على الأغاز أمثال مسابقات يقول روح توكل على الله ويعطونا الاستديو ويعطونا الكاميرات ويعطونا التجهيز كل شيء. واثقين فيه وعارفين أن هذا راح يبدأ. عارفين شغله وعارفين أن رايح. أوكي باختصار بناصر. لذلك الأعمال التراثية. الأعمال التراثية سابقا استمرت لفترة معينة، يمكن أعتقد بعد التحرير بدأت تختفي، ظهرت موجة ثانية اللي هي الأعمال الكوميدية مثل داود حسين وسينمائيات وفضائيات. فهذه قطت على أصبحت المسلسلات التراثية، وهي مو تراثية، هي ما لها زمن محدد. صحيح. أصبحت من الماضي، يعني أشياء قديمة وما ترجع لها. أكثر محطات. كثرت محطات طبعا. وحتى إذا الحين ما راح تنجح مثل أول. صحيح. أول كان بوقتها والجو العام كان يعني يحب هالأعمال هذه. لكن بعدين بدأت الأعمال الكوميدية هي اللي تظهر بالصورة. صحيح. وهي اللي انتشرت إلى اليوم، بل أنا زمان اليوم. والأعمال السياسية وينها؟ أبو محمد الأعمال السياسية ما قلنا لك الرغابة. قلنا لك الرغابة اعتراف عمل سياسي، ما كانت في الأول موجودة. دقة الساعة مسرح تحت لحظة مسرح التلفزيون لحظة أبو ناصر مخرج اطلع لونج لو تكرم. شنو لونج؟ شنو عطنا التليفون هاكي يا عطنا التليفون قاعد يغش من التليفون جس على التليفون. لا لا محمد لا 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 السؤال هذا السؤال هذا وايد سؤالية يا جماعة. الأعمال يعني دقة الساعة كنا نشوف حوار سياسي لا المسرح انفتاحه مسرح التلفزيون كذلك مسرح رقابته أخف رقابة التلفزيون، يعني لا زال إلى اليوم ممكن تقدم أعمال سياسية ولو إنه في يعني أيضا المقصة كبر بعد اسمح لي. لا 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 على التليفون على التليفون على مخرجنا. والله لقيت فلوس في البنوك مال التليفون. اي ما امشي لا هذا ابوك كبر. والله لقيت 5 دنانير شغل عدل. لا هذول حق مرات القهوه زين عارين الاسد محمد ابوك هذا حلالك هو ابوك هو كل شيء يا حبيبي يا محمد. لا ترى حق العيال انت لا صايده حق المغرب تفضل. لا انا اقول عن الرغابه هي مو رغابه، احنا الرغابه النيابيه اكثر. الرغابه الشعبيه اعتبر الشعبيه غير الرغابه في رغابه رسميه ورغابه شعبيه. يعني يطلع الرغابه الشعبيه تاثر على الرسميه يمثل تيار ويمثل محمد في التراثيه الاعمال الشعبيه بشكل مختصر. وين الاعمال التراثيه حاليا؟ يعني مثل ما قال اخوي ابو ناصر، يعني نادر جدا انك تحصل عمل تراثي على القصص الشعبيه اللي قدم مثل الغرباء ومدينه الرياح والبريق البجوحه. كان عندنا الله يرحمه طارق عثمان هو يعني يتابع هذه الشغلات، وعندنا بعدهم المخرجين الشايجي. انزين فما في احد يقرا الحين يطلع لك قصه، مو فاضيين الناس، فهمت علي؟ بس بوقتها كانت تنجح هذا. والحين لو في واحد يعني يرجع حق قصص ألف ليله وليله يقدر يطلع زين عمل تراثي
يلامس الواقع الموجود. والكثير من القصص في ألف ليلة وليلة فيها شغلات نعم. تلامس واقعنا الموجود. نعم وضحت في إذا المخرج طلع التقرير رقم 7 فيديو عندما يتحول الكاتب الروس العظيم جوجول إلى محرك بحث عند فهد العبد المحسن. خلينا نشوف هذه التغريدة. مشكلة هذا جوجول هذا بناصر نشوف ليش قالها. هو طبعا هذا المشهد فيه لا موسيقى في الأحمدي. إذا جاهز اطلع مخرجنا. جاهز؟ إيه اطلع فيه يا رب. أسلم لمكسيم جورجي ودون الهادي لشولخوف. حقيقة أنا شكرا حقيقة أنا قرأت الكثيرين منهم جوجل ودوستوفسكي وليرمانتوف. من هذا؟ الدكتور فهد عبد المحسن رئيس قسم التمثيل والإخراج رئيس قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية. إنسان رائع نوجه له تحية. كان النقد من بناصر عادل. أول شيء لا أول شيء لازم أذكر حقيقة أن الدكتور فهد المحسن يعني يعتبر صديق هو أساسا وفنان يعني كممثل يعني غير عادي يمتلك إمكانيات كبيرة سواء مسرحية أو تلفزيونيا. وطبعا هذا النقد ما يقلل من قيمته الفنية وقامته الفنية. لكن هو ذكر شغلة أثارتني وأنا ما أقدر ما أعرف أسكت يعني لازم أتكلم. وقال قريت لكثير من الكتاب الروس منهم دوستويفسكي وجوجل جوجل مو كاتب جوجل بالبحث هذا اسمه جوجل كاتب روسي كلاي جوجل كاتب مسرحية المفتش العام وكاتب المعطف رواية المعطف اسمه جوجل. فهو قال جوجل هذا المنتج هذا شغل المنتج لا لا طبعا لا صح صح هذا شغل المنتج يقدر في خبره على المخرج والمخرج المخرج يقعد عند المونتاج ويصحح الخطا اذا المخرج فعلا اذا مو مصور المشهد يعيد المشهد يعيد اذا كان او يكنسلها مره واحده هذا بشرط واحد ان المخرج يكتشف الغلطه. انا خايف ان محمد دحام ما انتبه لا اعتقد يعني يسمعها لما يصور يسمعها يقول غلط وقف ستوب عيدها اسمه جوجل يقول له بس يمكن ما يعرف الاسم يعني مثل هالشغلات بناصر يعني. مثل هالشغلات بناصر مفترض انه اي اسم انجليزي او اسم سوي بحث سوي بحث على اساس انك ما انا اسوي بحث دعمي. دعمي هو قال لك استاذ انه لازم شغله المنتج ينبهه يقول له ترى ابو محمد قلت غلط لكن لا صار المسؤول خطي شلون مشكله بقول لك سالفه لحظه واحده الاعلام انت جايب كلب الاعلام الحين مطربين الحين انت لاحظت عقب موقف الشرطه شلاحظت عقب موقف الكاسيت محمد شلاحظت ايه؟ الناس تسمع بالسنه سنجل اثنين اغنيه من اسمي هالاغنيه المصريه وبراوه ومبرا وعاد مسوي اغنيه سنجل بروحه مطرب معروف ماني ذاكر اسمه زين. معروف يعني قامه اغنيه اختارها الغنى منين يا الحديث يا العربي الفصيح يا الجاهلية إلى آخره. قلنا لازم ترخيص من الإعلام اللي هو جزء من جزء مصنفات كلمات يا ابن أجل الشريط مسوي الأغنية سنجل نعم يهدها بالسوق إيه شغل لازم تروح حق وزارة الإعلام جزونه وي رئيس القسم غايب من الإدارة حاطي واحد باللي والكالة من حاطه وين فلان أبو محمد بإجازة فالنائب ماله راح له قال له أنا عندي أغنية بنزلها وين النص قال هذا النص تنازل عندك من الشاعر شاعر يزيد المعاوية من اللي تنازل تسوي له قال له شاعر يزيد المعاوية ساكن بقريش اسمعني قال له يزيد المعاوية شاعر لا دمشق يزيد لا لا قال له يزيد الشاعر متوفي زوج يقول يعني خارج طلعنا الوراء ثم يا أخي فكنا بالله معانا اتصال هاتفي معانا اتصال هاتفي أبو حنان معانا اتصال هاتفي من الأخ العزيز النائب الأسبق أخوي مبارك دويل أبو معاذ أبو معاذ ردن هو طبعا نزل تغريدة أبو معاذ ردن على الأخ بوصقر وما دام هو ويانا على الهوى فحياك الله أبو معاذ ويا هلا مرحبا فيك يا هلا وحياك الله اخ احمد انت ومسي على اخواننا ضيوفك الكرام حياك الله وعلى المشاهدين والحقيقه اولا انا اشكر الاخ ابو صقر على حرصه ومتابعته قبوله للتحدي ايه وايضا انا عندي خبر ان في الويكند يعني وزاره الاشغال ما راح تركد راح تستنفر بكل اجهزتها من اجل الحصول على جواب لطلبي من الأخ أبو صقر الحقيقة إحنا كنا بس بذكر الأخوان المشاهدين
لكن انت تتكلم عن مكتب مبارك دوي للاستشارات الهندسيه، وكنا نتحدث في هذا الموضوع عن اشكاليه صارت يعني اثناء تشكيل احدى الحكومات السابقه. ايه فرد الاخ ابو صقر وتكرم وقال ان انت زعلان على احد الوزراء بسبب انه سحب منك 6 مشاريع لمكتبك الهندسي اعطاك اياها وما قدرت تنفذها. فصار التحدي اني اثبت لي اني يعني عندي مشروع واحد اسحبوه مني، والآن اليوم جاب 3 مشاريع. والحقيقة أحب أقول له بس أن كل المشاريع 3 اللي ذكرها ليس لمكتبي علاقة فيها، لا في التصميم ولا في الإشراف، ولا تمت لي مكتبي الهندسي بأي صلة، ولا أنا باللي صممتها ولا أنا باللي أشرفت عليها. وهم الظهر استعجلوا والملفات خربطت وياهم يمكن، او ما عرفوا يطلعون المعلومات. ابو عاد تعتقد ان وزاره الاشغال هم اللي معطونا المعلومه؟ هو يقول لا مو وزاره الاشغال، يعني اي وزاره اكيد باخذها اما من الوزير اللي كلمه او باخذها من جهه حكوميه. يعني او خلينا نسمع رد عبد الرضا ابو معاذ بعد اذنك. ابو معاذ، اول شيء مسي عليك او اصبح عليك، وانا اشكرك على اهتمامك ايضا، واحنا استمتعنا معك بالحوار. يمكن ابو حمد ذاك يوم خذ وايد حكي، خذ وقتنا، كان عندنا حوار اكثر في قضايا سياسيه وايضا المشاريع. طبعا انت تقول ان مكتبك ما له صله في الموضوع، قد يكون كلامك صحيح، لكن سؤالي انت كنت شريك في هالمشاريع مع مكتب اخر، وايضا شكواك على وزاره الاشغال دليل قاطع. يعني انت ليش رحت اشتكيت اذا هذه المشاريع مو تحت ادارتك ولا اداره مكتبك؟ وين اشتكى؟ راح اشتكى في مجلس الوزراء على وزاره الاشغال. اوكي. ليش؟ على مشروع واحد. 3. على كل حال انا اؤكد لك للمره الالف، مكتب مبارك دويله ليس له علاقه في هذه المشاريع، لا بالتصميم ولا بالتنفيذ. انا كمبارك دويله على المستوى الشخصي مالي علاقه في هذه المشاريع الثلاثة، لا من قريب ولا من بعيد. الشكوى اللي تقولها أنت يعني ما أدري عنها، ما أذكرها، ما سبحت عنها. أنت قلتها أمس. ما اشتكيت. لا لا البارحة. لا 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 العفو. نعم؟ العفو بو معاذ، أنت البارحة قلت هني، قلت أنا رحت وقلت حق سمو رئيس الوزراء فلان الفلاني هذا الوزير إحنا ما نبيه. ليش ما تبيه؟ شنو الصفة اللي عندك او لمكانتك؟ مو هذا موضوعنا. لا بس مو هذا، لا بس هذا مو الموضوع، موضوع المشاريع. هو يقول ما مصقر مصقر، اذا تبي اقول لك ليش انا جاوبتك. طبعا انه ما له علاقه في الموضوع، لكن قلت لك انا احنا يعني نعتقد بان اداء هذا الوزير مع احترامنا له، اداء كوزير اشغال في وزارته ما كان بالنسبه لنا مرضي، وحنا قطاع. انا كنت رئيس اتحاد المكاتب الهندسيه، يعني احنا قطاع، وهذا القطاع المهم في الدوله والمرتبط بوزير الاشغال ما كان راضي عن اداء الوزير. لكن وش علاقته في مكتب الهندسي؟ وش علاقته في المشاريع اللي انا اخذتها وفشلت فيها؟ ما اخذت المشاريع اللي قاعد تذكرها، ما لي علاقه فيها، لا مكتب الهندسي ولا من قريب ولا من بعيد. ايش اللي خلاك تشتكي على وزاره الاشغال؟ اداء الوزير ما اشتكيت ولا اشتكيت. لا لا على 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 انت قلت امس، قلت احنا المشروع الاخير، المشروع الثالث. اخي الكريم، انا معلش، انا لم اشتكي على الوزير او على وزاره الاشغال في هذه المشاريع. ما اشتكيت انا كمكتب هندسي. اما تقول لي انت ايش علاقتك في هالمشاريع هذه؟ انا يعني هذه المشاريع مشاريع تم تصميمها من مكتب اخر، تم اشراف عليها من وزاره الاشغال، نفذتها شركة ثانية. أنا ما لي علاقة في الموضوع، لا في شركة ثانية. شو علاقتك وياها؟ شركة برقان للمقاولات ما لي علاقة فيها، لا أملك فيها ولا دينار ولا أملك فيها ولا فيها أي حضور. حسب معلومات أبو معاذ، معلش أبو معاذ باشمهندس، أنا حسب معلوماتي وما وصل لي أن لك أسهم في هذه الشركة، شركة برقان. شركة برقان اللي أنت مساهم فيها علشان معك اخوي ابو صقر، شركه برقان ليس لي معها اي علاقه ولا املك فيها ولا سهم، لعلمك بس. ماشي، انا هذا اللي وصل لي وهذا رايك، احترمه.
انا اشكر اهتمامك. اشكرك جدا. واشكر حرصك، بس اهم شيء اني ابري مكتب الهندسي عشان بعد يكفينا اللي موقفين اربع سنوات، هم بعد تعطينا هدف. ان شاء الله مبري، ان شاء الله مبري. ان شاء الله. مشكور يا ابو معاذ، مشكور على هذا التوضيح، شكرا لك مبارك دويله النائب الاسبق. نبي سؤال اخير في موضوع الدراما بشكل عام، هل درامتنا تبشر بخير؟ يعني ان شاء الله امورنا طيبه على السنوات القادمه ابو ناصر، شايف ولا مش شايف؟ انا اشوف انها تبشر بخير، لان الدراما بدات تصلح نفسها ممتاز. يعني الخبره وتراكم الخبرات عند المؤلفين وعند الممثلين نفسهم، ادائهم بدا يرتقي، بدا الممثل يلبس ثوب الشخصيه كما هو مكتوب، ويشوف ابعادها ويشوف الباك جراوند مالها ويدرسها قبل لا يصور. في عندنا حالات مثل هذه. والجميل كثره الاعمال والانتشار اليوم، انتشار في كل الدول العربيه، وهذه ميزه اليوم للدراما الخليجيه بغض النظر على الايجابيات والسلبيات. وين مطق اي محطه خاصه خليجيه؟ شوف بوصل رساله حتى عربيه، بوصل لك رساله من اخوي وصديق عمري سعود المنيع. ايوه والنعم. يقول ترى اللي قاعد يمك خال عيالي حط بالك عليه. وسعود صديق عمري ويعني والنعم فيكم والله. شوف يعني احنا دائما نقول الدراما الكويتيه مثل الرياضه الكويتيه. الرياضه الكويتيه مهما تراجع مستواها الا انها تبقى لها قيمتها ولها ثقلها ولها اهميتها. الدراما الكويتيه أنا يمكن متابعي لها في فترات العزة يعني أيام الشباب، لكن أنا في الفترات الأخيرة أتابعها، ما أتابعها مباشرة، لكن أتابعها من خلال ردود الفعل، من خلال النقاد، من خلال بعض المقتطفات. أجد أنها يعني ما أعتقد أنها يعني وصلت إلى المرحلة اللي حنا نبيها. يعني أنا أشوف مرات صحيح. أغلب المسلسلات مشابهة في القضية وفي الممثلين، نفس الممثلين صحيح. نفس القضية تتكرر، وفي أخطاء بالتفاصيل نعم وتتكرر، حتى مثل ما ذكرنا حتى في عملية الرجل وعملية النجومية ما كان يعني الآن أغلب المسلسلات تركب على بطل. الآن كان في فترات سابقة كان البطل المسلسل أبطال. بطل رجل. الآن أغلب المسلسلات يعني تكتب على 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 مقاس البطلة هي المهيمنة على أغلب المسلسلات. بس خلنا نسلم، لكن أنا أتمنى وما زلنا يعني فعلا الأمل موجود يعني يعني عاصمة الفن. تفضل أبو محمد في قضية أن الدراما تبشر بخير وهذا الانتشار، هذا عامل إيجابي يعني اليوم الدراما الخليجية. أكيد أبو محمد هذا عامل إيجابي، وكثرة الأعمال ترى مفيد جدا حق الجمهور أنه يختار الأفضل، صحيح، سواء كان عمل تراثي، عمل عصري، عمل كوميدي. والحلو في الموضوع هذا ان احنا الحين وصلنا حق يعني في بعض الاعمال الكويتيه قاعد تعرض على نتفليكس، اوكي صحيح. هذا شيء عالمي على الديجيتال يعني الان إيه؟ وعلى النت يعني صحيح. هذا شيء حلو نعم. اوكي بغض النظر عن الهنات اللي فيها صحيح. وعن التشابه اللي قال اخوي ابو بدر عنها، صح في اعمال عندنا، لكن مثل ما قال ابو ناصر قاعد يعني تصحح، في اعمال عندنا في اعمال متشابهه صحيح. مثل ما قال اخونا ابو ناصر في شيء إيه؟ احنا يعني في شباب يعرفون يلبسون الشخصيه ويقدمون لك عمل درامي مفيد، ويعني يحافظ على العادات والتقاليد. انا بسال سؤال بشكل سريع نبي نختم بصقر. سؤالي اليوم اللي يقودون الاكثر التمثيليات جراه و خلينا نقول الاقوى هي اختنا القديره حياه الفايده عسى الله يطول في عمرها، وايضا اختنا الكبيره سعاد عبد الله عسى الله يطول في عمرها، وهدى حسين. ايوه وهدى حسين، بس انا اقصد سعد الفرج، اتكلم عن الحريم. اي هل هذيل بالفعل محتاجينهم الان في تمثيليات الدراما او اللي فيها جزء من الفكاهه؟ هل هذيل هم اللي بالفعل يعني قصدك عوده الثنائي؟ اي يعني هل هذيل نفس اعمال اول؟ هل انا اقصد حتى لو على فراده، هل هم بالفعل وجودهم محتاجين، مهم جدا انه يقودون الشباب والشابات اللي اكيد يعني انت لما تمزج الخبره مع الشباب اكيد هذا الشاب راح يستفيد نعم. واكيد انه الشباب اللي يشتغلون مع حياه الفهد، مع حفظ الالقاب، وسعاد عبد الله مع حفظ الالقاب يعني هذا فخر. ابو محمد اليوم لو تلاحظ في الدراما ترى كل الاجيال قاعد تشتغل، الرواد ايه؟ الوسط الشباب كلهم قاعد يشتغلوا، وهذا شيء ايجابي مفيد. محمد من التلفون ما قام يسال، ما قام يتعشى، رافعيني رافعيني ما في خطر. لحظه انا في اغنيه نبي نسمعها حق ابو حنان ونرجع. وين عودك على السحور وحميد؟ اهلا بشهر الصوم ولياليه والذكر والتراويح كل ليلة، أهلا بشهر الصوم ولياليه
والذكر وتراويح كل ليلة الشهر ذا كل ينلو عليه وحقوق للأسرة وللعيلة وحقوق للجيران ألك مقدمك مقدم خير يا رمضان وحقوق للجيران يا مرحبا أهلا بشهر الصوم مقدمك مقدم خير يا رمضان الأغنية إيه طبعا تأليفك مقدمك مقدم خير يا رمضان لا كلمات إيه؟ الله يرحمه الشاعر الكبير حسين بكر المحضار آه رحمة الله جبت منه تنازل الله عليك أحلى صديقي الله يرحمه الله يرحمه بس هذا التنازل مهزلة لأن تنازل من يزيد لا يقول له وين بطاقة الشعر قال له ما أنت أروق عليك ما نطلع ورثة أي ورثة بناصر الخلافات موجودة في السنين الأخيرة الخلافات نختم في الوسط الفني ما في حل عندكم لإنهاء هذه الخلافات يعني ما في عندكم قانون في نقابة شيء من في نقابة موجودة بس نتمنى النقابة تفعل دورها يعني ويكون عندها تشريع يقدر يمنع يوقف يسوي صحيح. يعني ما عنده تشريع ولا ما عنده صلاحيات اذا حلينا مشاكلنا الرياضيه تنحل والرياضيه وكل شيء كل زين انا في هذا التليفون اذا مخرجنا انا ما ادري قاعد اشوف تشيز انا مو قصدي التليفون فعلا شوف ابو حلال هذا التليفون والله على يسارك بدر محمد مصقر أيه. شنو هذا؟ من قصدك تليفوناتكم سكرت عطني شنو هذا؟ هذا شاحن ولا تليفون صدق ولا تليفون والله والله تليفون؟ تليفون بس تحت سبعتي شوف ابو حلال شوف شقال؟ ها؟ شقال؟ ديك تليفون يا ديك والله ما شفناه عندك مين اللي تليفون خذوه انا شوف لا ولاعه لا حلاوه ديك تليفون هذا ماني صفر دق لا دق انت من تليفونك دق لحظة 9-8 صفر بس تليفونك يطلع يدقون عليك يأذونك لا ما حد يعرف هذا 9-8 قاعد يقول الحين ما حد يعرف 9-8 صفر 3-3 اي 7-7 اي 3 ما حد عرف هذا ما عندي انا صدق تعال هذا عندي انا انا كل الارقام عندي الا هذا لحظة خلنا نسمع عطني تليفوني متى بدك؟ عطني تليفون ما في سيرفيس لا كان دق ها؟ ما عنده رصيد الظاهر ما عندك رصيد عطني تليفوني ابو بدر سيرفيس ماكو يمكن سردار والله تصدق تليفون صغير؟ لا تليفون عطني خل اشوفه اي والله تليفون صادق يطلع مشغول يطلع مشغول سيرفيس 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 ضعيف يقول له سيرفيس لونه احمر والله صغير هذا من وين ماخذه؟ مال جواسيس هذا من وين ماخذه هذا؟ وين ماخذه؟ هديه هذا ما دليك لا نبي نعرف نبي نعرف ما حد يدق ولا نبي نعرف قصته نجيب لك واحد تبي حبيبي لا والله بيك سالم والله لا بس موجود يعني هذا ينباع يعني؟ اي ينباع اي والله زين شغال عادي ها؟ اي عادي اوكي انت الظاهر هذا شغلك شغل استخباراتي وحنان عشان لا يتبعونك ها عشان رحت ها لا 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 المدام لا شيء يسوون عنك لا عندي كل الارقام الا هذا ما اتكلم فيها والله ايش دراني احنا وصلنا النهايه حبيبي مشكور يا ابو ناصر شكرا لك وياك والله الكاتب والمخرج بدر محارب سي سعيده وانا سعيد جدا تواجدي معك الصحفي الكبير اخوي ابو محمد مفرح الشمري الف شكر يا ابو محمد والله استمتعنا وياك ابو محمد والله استمتعنا وياك مشكور والله بس اكو ناس يا جماعه يغارون يغارون وايد يغارون صراحه اليوم محمد غيرت رايي فيك اليوم ابو محمد لا كله غيش غيرت رايي فيك قاعد يدق على ابو حنان قاعد يدق على ابو حنان عشان اكد المعلومه ماكو سيرفس احنا وصلنا للنهايه مشاهدينا الكرام باكر ان شاء الله راح يكون معنا مجموعه من اعضاء مجلس اداره نادي الكويت ونتحدث عن نادي الكويت ان شاء الله في حلقه باكر مشكور يا ابو حنان نادي الكويت اشكرك يبا باكر يستاهل بس يجيب العود باكر ان شاء الله مشاهدينا الكرام راح نلتقيكم باكر تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج وتفضلوا على صحبه محمد وابو ناصر شكرا Oh,
مجانا الخير وهنانا حافل بخيراتك حامل تحياتك حافل بخيراتك حامل تحياتك شهر الكرم والجود يا محلى نشرت الفرحة مرحلكم مرحة واستقبلت القلوب فرحة وعلا